This meeting is being recorded. مساء الخير للجميع، مرحبا الأخوات والإخوة المشاركين والمشاركات معنا في اليوم الثالث من مؤتمر أسبوع الوسائل البديلة لحل النزاعات اللي بتنفذه مؤسسة أكت بشراكة مع وزارة العدل وب شو صار؟ يبدو انه يعني فقد النت عند الاستاذ محمد، انقطع، هو انقطع الصوت عنده بس. اعتذاري منكم جميعا، يبدو انه حصل خطأ معي في اللي طلعني برا اللقاء. برحب فيكم مجددا، اعتذاري كمان مره، اهلا وسهلا بالجميع. كما يعني بدأت وذكرت بان هذا اليوم الثالث المتعلق بالوساطه، هو اليوم الثالث من اسبوع مؤتمر وسائل بديله لحل النزاعات اللي بيجي ضمن مشروع تعزيز دور الوسائل البديله لحل النزاعات في مدينه القدس، واللي بتنفذ بالشراكه مع وزاره العدل وبدعم من برنامج سواسيه، وهو البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحده الانمائي يو ان دي بي ويو ان وومن ويونيسف. سعيدين جدا بالانشطه اللي تنفذت خلال هذا المشروع، واللي اليوم الثالث هو اليوم المتعلق بالحصه الخاصه بالوساطه. كنا باليومين السابقين ناقشنا موضوع التحكيم، كان عندنا جلسات مهمة، جلسات ثرية، جلسات غنية، شارك فيها مجموعة من الباحثات والباحثين من فلسطين ومن الوطن العربي، أبحاث فعلا يعني أضافت قيمة مضافة وشكلت بصمة وإضافة لهذا المشروع. اليوم رح نكون إن شاء الله مع اليوم الأول من الوساطة. خلال اليوم الأول من الوساطة رح يرافقنا زميلي عضو اللجنة القانونية أستاذ محمد طه، محمد عطية، لإدارة هذا شكرا. اللقاء، وأنا يعني راح أقوم بتقديم ورقة صغيرة إجرائية أكثر من إنها بحثية. بعتذر بأنه زميلتنا الأستاذة فاتن بالأمين اللي كان لازم تقدم هذه الكلمة لظرف طارئ معها في تونس اضطرت للاعتذار بالدقائق الأخيرة، فأنا سعدت ويعني وشرفت كما أتشرف دائما بإني يعني ألتقي فيكم جميعا. إن شاء الله بنتمنى بأنه هذا اليوم يكون كمان يوم مفيد، كمان يوم ثري، كمان يوم غني بالمعلومات، وكمان يوم اللي يترك بصمة في إطار الأسبوع الختامي لهذا المشروع اللي كمان من خلاله يمكن كمان راح يكون عندنا فرصة للاطلاع على بعض الأنشطة المتعلقة بموضوع الوساطة بالتحديد. بعتقد اللقاء اللي جرى خلال الأسبوع الماضي مع عطوفة نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين في لقاء للحديث حول دور الوسائل البديلة لحل النزاعات، خاصة في ظل الظروف الحالية اللي بتعيشها فلسطين وفي ظل توقف العمل القضائي وتوقيف المدد القانونية، وقد يكون الوساطة أو قد تكون الوساطة إحدى البدائل الجوهرية الفعلية القادرة على يعني تسهيل عمل المحامين خارج إطار المحاكم من خلال يعني الحاجة للبحث عن بديل، ولا نعتقد ولا نرى أن هناك بديلا أفضل في هذه المرحلة من الوساطة كآلية اللي من خلالها بيقدروا يتواصلوا الأطراف مع بعض من خلال طرف ثالث محايد مؤهل ومدرب قادر على إدارة العملية ومساعدة الأطراف على الحوار، على التواصل، على التفاوض من أجل وصول الاتفاق. نتأمل كمان أنه يعني هذه المداخلة وهذه الرؤية تشوف النور بشكل فعلي على مستوى الأرض. دائما أنا يعني كمان كمحامي مؤمن بأنه المحامين هم الرافعة الحقيقية لإنجاح عملية الوسائل البديلة لحل النزاعات، سواء التحكيم كقضاء خاص أو الوساطة كواحدة من الوسائل اللي تتدخلش بالنزاع ولكن بتسهل عملية إدارته
وتعزيز قدرات الأطراف للحوار والتواصل والتفاوض. رح نشوف مع بعض اليوم كثير من الأشياء اللي رح يكون لها صلة بهذا الموضوع. بعتقد كمان زملائي الدكتورة ديانا والدكتور بيرم رح يكون عندهم كمان مداخلات متعلقة بالوساطة والسلام، واللي رح يكونوا مقدمة لليوم الختامي بكرة، اللي بنتأمل نشوفكم جميعا وأكثر يعني في يوم قد يكون من أول الأحداث ومن أول الأيام اللي بتجمع وسطاء وصناع وبنات سلام من كل العالم، اللي رح يكون عندنا ترجمة للغتين العربية والإنجليزية، رح يكون متحدثين من أكثر من بلد في العالم بالإضافة لفلسطين بالإضافة لمناطق نزاع في الوطن العربي. برحب فيكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم، سعيدين جدا بوجودكم معنا، وبنقل الحديث لقائد اللقاء والمسيرة اليوم زميلي أستاذ محمد عطية، فليتفضل. تفضل أستاذ. شكرا شكرا أستاذ محمد على هذه الكلمة الرائعة والمقدمة الجميلة. نرحب بجميع الحضور في اليوم الثالث من المؤتمر بعنوان الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين. نبدأ فعاليات مؤتمرنا بعرض فيديو عن موضوع الحالة القضائية ووسائل حل النزاعات في ظل العدوان وما بعده، ومن ضمنها الوساطة، والذي تم تسجيله ضمن أنشطة مشروع سواسية. نترككم مع هذا الفيديو. تفضل. طبيعي بالوضع الطبيعي من المهم جدا أن يكون هناك وسائل بديلة لحل المنازعات بشكل فاعل في الواقع الفلسطيني، تحديدا في ظرفنا الحالي المعاش. في أكثر من عامل بيأثر في هذا الموضوع. أولا، من الواضح أنه يعني العجلة الاقتصادية شبه مشلولة، إن لم تكن مشلولة بالكامل منذ لحظة العدوان. بالتالي اليوم ما في عجلة اقتصادية مستقرة بهذا المفهوم، بالتالي لا أعلم إن كان هناك دافعية عند الناس باتجاه بهذه الإجراءات. ولكن أنا بقول في مكان معين قد يكون من المفيد أن يتم التركيز على الوساطة، الوساطة بمفهومها القانوني، مفهومها القانوني وليس بمفهومها العشائر. مفهوم هذا بمفهومها المقصود، المقصود من السؤال بمفهومها القانوني، أن تكون يعني ثقافة متعززة في المرحلة المقبلة لحل النزاعات. وهون يعني يمكن قد يكون هناك دور للمحامين في إطار ما يوجد من بين يديهم من ملفات للتواصل مع بعضهم البعض من أجل إيجاد إن أمكن صيغ للحلول في ظل حالة التعطل، لأنه عمليا إن عدنا للدوام، دوام المحاكم وانتظام، هذا لا يعني أنه الوضع رح يكون نعم وردي. نعم بالعكس، المعيقات، وأنا بقول لك بالعكس يعني رح يكون في هناك تراكم من الملفات، طبيعي ممكن ازدحام في بعض في عندنا المحاكم. مشكلة في موضوع التبليغات، في عندنا مشكلة في تنفيذ القضايا، عدم القدرة. بالتالي الحالة ليست بالحالة الوردية، حتى لو من بكرة احنا رجعنا على تقديرك البيئة بصفة عامة، المحامي مع زميل المحامي من جهة، والناس اللي عندها خصومات معينة ما بين فريق أول فريق ثاني، ولا ما بين مدعي ومدعي عليه، هل اليوم بالفعل جاهزين للبت في حالات من هذا النوع دون النظر من الكاسب ومن الخاسر؟ لأنه جزء أصيل من هذا الحل أنه الطرفين مستعدين يقدموا تنازلات، وليس الأمر أنه هذا صاحب حق أو هذا معتدي وهذا معتدى عليه أو هذا مدعي وهذا مدعي عليه. شوف أستاذ طلعت، يعني الحلول الودية في إطار النزاعات القضائية طول عمرها موجودة ما انقطعت، ولكن هي موجودة في طبيعة عمل أو جانب قانوني أو نزاع حقوقي أكثر من جانب آخر. يعني جزء على سبيل المثال من ملفات التعويضات أمام شركات التأمين تحل بشكل ودي، في سياقات النزاعات العقارية مثلا يمكن ظرف والوضع مختلف. هلا اليوم المطلوب هو تعزيز هذه الثقافة. تعتقد انه تعزيز هذه الثقافه يعني نوع الخلاف او النزاع القانوني بيلعب طبيعه الحال اليوم المطلوب يعني حتى كمؤسسه مثل نقابه المحامين، وانا يعني بشكرك على هذا السؤال وهذه الفكره، اللي هو كيف نلعب دورا في اطار في حاله الظرف الطارئ وحاله القوه القاهره التي نعيشها، انه نعزز ثقافه الوساطه كطريقه بديله لحل النزاعات في ظل تعطل المرفق القضائي أو عدم القدرة على الإقلاع نتيجة المعيقات اللي تحدثناها بالشكل السليم. يعني هذا بيحتاج بصراحة إلى جهد، ولكن هو أنا بعتقد بالمحصلة بصب في خانة وممكن توفير بيئة ممكن. ممكن إذا اجتهدت الناس ممكن،
بس هذا بحاجة إلى جهد مكثف، بحاجة إلى رفع حالة الوعي في هذا الجانب والثقافة القانونية. يعني في الجانب الإعلامي احنا طبعا بكل تأكيد جاهزين، لأنه مؤكد أنا وياك يعترينا الكثير من الحزن والأسى إذا بدنا نختلف مع بعض اليوم أنا وياك على قضايا اقتصادية أو اجتماعية أو ميراثية أو أي يسميها ما شئت، أو عقارية أو خلافه، بالوقت اللي شعبنا يذبح في قطاع غزة وطبعا في مخيماتنا وفي مدننا وفي خلافه. لكن بنحكي أنا اليوم أنا وياك اليوم في إطار واقع منعيشه اليوم. إذا النقابة وهي بكل تأكيد مبادرة في هذا السياق، والمحامي وجد عنده الاستعداد، بدل ما هالملفات متراكمة عنده، تعال يا زميلي المحامي أنا بمثل المدعي وأنت تمثل المدعي عليه، تعال يا مدعي وتعال يا مدعي عليه، ممكن يعملوا معهم جلسة، طبعا هي ليست جلسة قضائية، ويوجدوا حل للطرفين قابلين للتنازل حتى يحلوا إشكاليهم. بيعرفوا حتى لو عادت المحاكم اليوم يمكن أول جلسة تصح لهم بعد سنة، من غزارة ومن كثافة ومن صعوبة التبليغ ووجود الشهود وقضايا كثيرة عديدة. طبعا قضايا كثيرة أيضا مترتبة على أهلنا في قطاع غزة اللي بيقيموا في رام الله أيضا، وهم بالآلاف بالمناسبة ومرتبطين بهذا الشكل. سؤال الخير عن نقاط المساعدة القانونية، قديش تقديرك اليوم ممكن يكون لها أثر حيوي في التوعية بالسياق اللي عم نحكي فيه أنا وياك اليوم؟ إذا كان المواطن ما عنده فكرة على اللي بنحكي فيه أنا وياك، ممكن هو يبادر يحكي مع المحامي اللي وكله ويقول له لو سمحت احكي مع محامي الخصم، خلينا نقعد يا سيدي ونحل هالمشكلة. هل من فكرة تعزيز ثقافة نقاط المساعدة القانونية بشكل أو بآخر تحت مظلة النقابة أو غيرها؟ يعني شوف، عمليا أنا كما قلت هي الفكرة ليست غائبة بالمطلق، مفهوم، ولكن هي بحاجة إلى تعزيز. والوساطة يعني أحد أدوات المطلوب أصلا توفيرها في المجتمع الفلسطيني ضمن البيئة القانونية لحل النزاعات. بالتالي إذا بدنا نحكي بشكل بقلب هيك مفتوح، لا، نحن اليوم نقول أنه هذا تحدي وهذا احتياج في واقعنا تحديدا، هذا تحدي وهذا احتياج. بالتالي إحنا اليوم مطلوب منا أنه نبلور هذه الأفكار وننتقل فيها باتجاه برامج لها علاقة برفع ثقافة الناس، تحديدا قطاع المحامين، في أهمية اتخاذ هكذا إجراءات فيما يتصل بموضوع المساعدة. يعني هذا موضوع في بعد قانوني وبعد أخلاقي، ونقابة المحامين في كل المحطات طبعا ضمن التكليف الموجود في قانون نقابة المحامين الفلسطينيين، اللي بعطي نقيب المحامين لأي حالة إنسانية يراها مناسبة بتقديم الاستشارة أو التمثيل القانوني ضمن الاعتبارات ومعايير العوز اللي هي مصنفة وإلها معايير عالمية أصلا، لتقديمها مجانا وتكليف أحد المحامين بتقديمها. بالتالي نقدم هذه الخدمة ونحاول تعزيز دورنا في هذا المجال، باعتبار أنه نقابة المحامين هي عمليا خلينا نقول الحاضنة القانونية لكل المهن الحقية. وفي هذا الإطار يعني أنا بأكد أنه نحن منفتحين على هذه الأفكار، ونسعد أن نبني شراكات مع الأجسام حقوقية أو مؤسسات أهلي مجتمع مدني أو قطاعات إعلامية اللي ينتج منها ويخرج منها حالة تساعد الناس في تعزيز صمودها وبقائها على هذه الأرض، وعدم الشعور بالإحباط وأنه وكأننا نحن نعيش في المجهول. مفهوم، وهذا إن شاء الله بيأخذنا من الواقع الموجود للأمل المنشود اللي نتمنى جميعا، ولا بد لهذا نرحب بالحضور الكريم مرة أخرى في اليوم الثالث من المؤتمر، حيث سنقوم باستعراض مقالات حول الوساطة كوسيلة من الوسائل لحل النزاعات. سيرافقنا في هذه الجلسة كل من الأستاذة مي أبو غزالة، والأستاذة أسرار سالمي، والأستاذ محمد هادية، حيث ستتحدث الأستاذة مي حول مبادئ الوساطة، ومن ثم سننتقل بالحديث الأستاذة أسرار لتحدثنا حول الوساطة والهوية الثقافية الاجتماعية بين الأنا والآخر، وبعد ذلك سننتقل للأستاذ محمد هادي ليحدثنا حول كيف تصبح وسيطا في القدس. نهيب الإخوة المحاضرين
الالتزام بالوقت المخصص لهم في عرض مقالاتهم، كما ونهيب الجمهور المشارك الالتزام بالوقت المخصص للأسئلة. نبدأ جلستنا مع الأستاذة مي، وهي المحامية الأستاذة مي أبو غزالة، حصل على شهادة البكالوريوس في القانون ومدربة متخصصة في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات. ستتحدث الأستاذة مي على مدار 20 دقيقة حول مبادئ الوساطة. تفضلي أستاذة مي. يسعد مساكم جميعا. شكرا استاذ محمد. بدي اشكر اول شيء مؤسستنا، مؤسسه اكت لحل النزاعات، على المجهود الرائع اللي بتبذله خلال الايام، على مدار 4 ايام من المؤتمر الخاص بالوسائل البديله لحل النزاعات. اسمحوا لي اني اليوم اعرض عن المقال اللي كتبته للعدد الثالث من وجلة الوساطة والتحكيم اللي بتصدرها مؤسسة أكت بشكل دوري كل سنة تقريبا. أنا ارتأيت أني أحكي عن مبادئ الوساطة على اعتبار أن جميع عمليات الوساطة تستند إلى هذه المبادئ الأساسية الأربعة، وهي الحياد، الطوعية، السرية، وتقرير المصير. سأستعرض وإياكم المبادئ الأربعة، وأتمنى أن لا أطيل عليكم. أول مبدأ من المبادئ التي ترتكز عليها عملية الوساطة هي مبدأ الطوعية، بحيث تخضع الوساطة إلى إرادة الأطراف المطلقة. عفوا، بس بدي أشارك معكم الباوربوينت. على اعتبار انه الوساطه هي من اهم الوسائل القانونيه لحل المنازعات، لما تمتاز به من سهوله الاجراءات وسريتها وملائمتها للعديد من النزاعات، يلجا اليها للفصل في النزاع من بين الاطراف نفسهم بالحصول او بالوصول الى حكم ينهي النزاع وينهي الخلاف بينهم باختيارهم وارادتهم. فعملية الوساطة هي عملية طوعية وسرية يقوم فيها طرف ثالث مؤهل مدرب محايد يسمى الوسيط، من أجل تقريب وجهات النظر ما بين المتخاصمين وفتح باب الحوار والتواصل المباشر بينهما وتقليل مساحة الخلاف، من أجل مساعدتهم في الوصول إلى حل يرضيهم ويحقق مصالحهم ويلبي احتياجاتهم. ومن هنا، من خلال هذا التعريف، نستطيع أن نرى وأن نستنتج أهم المبادئ التي تقوم عليها عملية الوساطة. والمبدأ الأول هو مبدأ الطوعية، فعملية الوساطة تخضع إلى الإرادة المطلقة للأطراف، فهم من يخطون هذه الآلية تحديدا دون غيرها لمحاولة منهم في حل النزاع الناشئ بينهم، فتكون دائما المشاركة في عملية الوساطة طوعية واختيارية، تعتمد على قبول الأطراف وموافقتهم، وعليه لا يمكن إجبار أي شخص على الدخول في مسار الوساطة رغما عنه، كما لا يمكن لأي طرف أن يستمر في العملية ويستطيع الانسحاب منها إذا شعر مثلا بعدم موضوعية، بعدم حياد الوسيط، وإذا شعر أيضا بأن مسار الوساطة سينتهي بفرض حل لا يرتضيه ولا يقبل فيه لحل النزاع الموجود. وبما أن الوساطة هي وساطة ليست إجبارية بل هي اختيارية، فالأطراف يتوجهون إليها ويلجؤون إليها بكامل إرادتهم دون إجبار من أي جهة، من أجل التوصل إلى حل مناسب بشأن موضوع النزاع. ويكون فقط دور الوسيط في عملية الوساطة هو تسهيل الحوار ما بين الأطراف، توفير جو مناسب للحوار والمناقشة فيما بينهم، تبادل الآراء، وتشجيع الأطراف على تقبل وجهات النظر المختلفة والنظر في الحلول الفعالة لموضوع النزاع، وخلق عدة خيارات للحل واختيار الحل أو الخيار الأفضل والأنسب. وهذا يؤدي إلى تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الأطراف، فإرادة الأطراف هي من ألزمتهم باللجوء إلى هذه العملية بداية، وهي التي دفعتهم إلى الاستمرار في السير بإجراءاتها ثانيا، وهي التي تدفعهم إلى قبول تنفيذ ما يتوصلوا إليه من اتفاق، بدون لأنهم توصلوا إليه بإرادتهم الحرة دون أي إجبار أو إكراه من أي طرف. وعليه، فإذا لاحظ الأطراف بأن إجراءات الوساطة أو نتيجتها لا تتفق ولا مع غاياتهم ولا تحقق توقعاتهم، فيستطيعوا الانسحاب منها في أي وقت ويرفضوا الاستمرار بهذه العملية. هذا بالنسبة لمبدأ الطوعية.
أما المبدأ الثاني وهو مبدأ تقرير المصير. مبدأ تقرير المصير يعني امتلاك الأفراد والأطراف المتنازعة وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة والحلول الفعالة من وجهة نظرهم التي تنهي النزاع وتساعد في تشكيل وتكوين شكل العلاقة مستقبلا فيما بينهم. ومن أجل تمكين الأطراف من اختيار الحل الذي يناسبهم وتقرير مصيرهم، فيكون دور الوسيط هنا هو مساعدتهم على التعرف على المشكلة الحقيقية وتحديدها وتحليلها، وأيضا مساعدتهم في الوصول والحصول على وسائل وحلول مختلفة ومتنوعة لهذا النزاع الموجود بينهم، وتقييم هذه الحلول التي من المفترض أنهم توفقوا إليها، واختيار الحل الأنسب من بين هذه الحلول، وكما يمكنهم أيضا من فحص مدى إمكانية تطبيق هذه الحلول التي تم اختيارها على أرض الواقع. فالهدف الحقيقي والرئيسي من الوساطة يتجلى في تمكين أطراف النزاعات من اختيار أفضل الخيارات المطروحة لإنهاء النزاع ومنع تكراره أيضا في المستقبل، وذلك عن طريق اختيار الحل الأنسب الأكثر فائدة والأكثر ملائمة للأطراف ولاحتياجاتهم ولمصالحهم. ويساعد الوسيط أطراف النزاع في التفكير خارج الصندوق عن طريق وضع حلول ملائمة للمشكلة أو للنزاع، ووضع عدة خيارات للحل، يختار في النهاية الأطراف الحل المناسب والأفضل بعد أن يتم مناقشته والتعرف على سلبيات وإيجابيات هذا الحل. وتقرير المصير يعني أن الوسيط لا يمكن أن يفرض على الأطراف أي رأي، وليس لديه سلطة إصدار أي قرار أو أي حكم بالتسوية، بل يقدم الوسيط رؤية محايدة عن المنازعة لكلا الطرفين من أجل الوصول إلى حد ودي ينهي النزاع بينهم، على عكس القضاء أو التحكيم الذي يتم فرض الحكم المنهي للنزاع على الأطراف فرضا. فالأطراف في الوساطة هم من يصنعون الحل، هم من يقررون نتيجة العملية، ويقتصر دور الوسيط فقط على تيسير التواصل والتفاوض بين الطرفين وليس الحكم بينهم. ويترتب على مبدأ الوساطة مبدأ تقرير المصير نتيجة مهمة جدا، ألا وهي قابلية تطبيق الاتفاق النهائي طواعية بين الأطراف، فيكون على استعداد بتطبيق هذا القرار النتيجة النهائية وتنفيذها بشكل تلقائي وطوعي ورضائي، كونهم هم من توصلوا إليه بإرادتهم وكامل حريتهم، ولم يتم الفرض عليهم فرضا لهذا الحل. وعلى الرغم من أن الوساطة عادة لا تنتهي بقرار ملزم، إلا أنها تحظى بقبول وبرضا جميع الأطراف المتنازعة الذين يفضلون حسم منازعاتهم بالوسائل الودية لحل المنازعات، حفاظا على استمرارية العلاقة مستقبلا فيما بينهم. فدور الوسيط يتمحور حول تشجيع الأطراف على تسوية الأمور المتعلقة في النزاع بأي طريقة يرونها مناسبة، دون أن يكون له سلطة فرض رأي على طرف من الأطراف، فهو يسعى فقط إلى تقليل مساحة الخلاف بينهم وإلى تقبل وجهات النظر المختلفة من أجل الوصول إلى عدة اقتراحات، ومن ثم الوصول إلى تسوية كاملة للحفاظ على علاقة ودية ولإنهاء النزاع أيضا بشكل ودي. أما بالنسبة للمبدأ الثالث وهو مبدأ الحياد، يعني الحياد عدم التمييز وعدم الانحياز وعدم التعصب وعدم التحامل ضد أي طرف من أطراف النزاع ضد الطرف الآخر. فعلى الوسيط خلال جلسات الوساطة أن يكون على مسافة واحدة من كلا الطرفين في المنازعة، أن لا ينحاز إلى أي طرف من الأطراف لأي اعتبار ديني، سياسي، ثقافي، اجتماعي وغيرها من الأمور التي قد تشكل خطر على استمرار عملية الوساطة والسير فيها نحو الأمام ونحو الوصول إلى نتيجة نهائية. يفترض في الوسيط أن لا يتعامل مع أطراف النزاع على أنه محامي أو وكيل عن الأطراف، ولكن عليه أن يحترم مبدأ الحياد وعدم الانحياز، وعليه أيضا أن لا يقدم أي استشارة أو نصيحة لأي طرف من الأطراف، وأن لا يشارك بعملية وساطة سبق وأن قدم استشارة مهنية لأحد الأطراف فيها. وعليه أيضا
يجب على الوسيط أن لا يكون له أي اتصالات خارجية وخاصة مع أي طرف من أطراف المنازعة. يجب على الوسيط أن لا يكون له أي مصلحة من محل المنازعة المعروضة عليه، كما يجب عليه أن لا يستعمل مهمته كوسيط لتحقيق أي مكسب شخصي. وبناء عليه يجب على الوسيط أن يقوم بعملية الوساطة دون انحياز، دون أي محسوبية، أن يتعامل مع طرفي النزاع بشكل متساوي، وأن لا يقبل تقديم هدية أو خدمة معينة من أي طرف من الأطراف لصالحه، بل عليه أن أيضا أن لا يتصرف أو لا يقوم بأي عمل أو قول من شأنه أن يثير أي شكوك حول حيدته واستقلاله عن أطراف النزاع، بل يجب عليه أن يتصرف بشكل عادل اتجاه جميع الأطراف. وهذا الحياد يعتبر واحدة من أهم الركائز والأسس التي تشكل أرضية مشتركة بين جميع المشاركين في عملية الوساطة لتحقيق التعاون والانسجام بينهم، ولتوفير بيئة آمنة ومناسبة للحوار والتفاوض ما بينهم بهدف الوصول إلى حل ينهي النزاع. فالحياد على الرغم من بساطته في وجهة نظر البعض، إلا أنه يعتبر أداة استثنائية وأساسية لقيام الوسيط بمهمته على أكمل وجه. فيتطلب من الوسيط أن يشرح أساسيات عملية الوساطة لكلا الطرفين بكل شفافية وبكل مصداقية، وأن لا يكون هدفه تحقيق أي ربح. كما أن الحياد يذهب إلى أبعد من ذلك، فهو يشمل أيضا لغة الجسد، ولغة الجسد تعني حركة العيون، تعابير الوجه، حركة اليدين، نبرة الصوت وغيرها. فيجب أيضا أن يسيطر الوسيط على لغة جسده، وأن يكون يتصرف بشكل محايد جدا مع كلا الطرفين، فأن لا يركز بنظراته على طرف من الأطراف فيشعر أحد أطراف النزاع بأنه موضع مهم في عملية الوساطة، بينما يشعر الطرف الآخر بأنه مهمش ولا يحظى على أي اهتمام من الوسيط. وهذا بالنسبة لمبدأ الحياد. المبدأ الرابع هو مبدأ السرية. تختلف الوساطة عن التقاضي أمام المحاكم بأن جلسات المحاكم هي جلسات علنية، يستطيع العامة من الناس حضور هذه الجلسات وما يتم فيها من مناقشات، إلا ما كان منها سريا لحماية قيمة دستورية معينة أو للحفاظ على الأمن والنظام العام. إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على جلسات الوساطة، فمن أهم مبادئ الوساطة هي السرية، بحيث أن جميع ما يتم تداوله ومناقشته أو طرحه أثناء عملية الوساطة والجلسات سواء كانت مشتركة أو منفردة، فلا يمكن الإفصاح عنه خارج عملية الوساطة إلا إذا وافق الأطراف على رفع السرية عن هذه المعلومات. وعليه لا يمكن الاحتجاج بين الأطراف فيما دار بينهم خلال جلسات الوساطة من اعترافات أو من نقاشات أو ما تم تقديمه فيما بينهم من مستندات ووثائق. وتشمل أيضا السرية الاقتراحات التي قد يقدمها طرف أمام الطرف الآخر. فالسرية تشكل أساسا جوهريا لعملية الوساطة، وتشكل حافزا لدى الأطراف المنازعة في اختيار هذه الوسيلة تحديدا دون غيرها من الوسائل لحل نزاعاتهم، رغبة منهم في الحفاظ على أسرارهم الخاصة التي قد يكون كشفها ومعرفتها سبب من أسباب زيادة حدة الخلافات وتوسيع دائرتها وتعقيد الأمور بين المتنازعين. فالوساطة بهذه السرية وبهذا المبدأ العظيم تشكل خصوصية وبيئة آمنة ومريحة للأطراف ليتحدثوا بكل ما يشعروا به وكل ما يجول به بخاطرهم، يتحدثوا به بأمان وراحة. وخصوصا إن البعض، وخصوصا إذا كنا نتحدث عن نزاعات تجارية، فقد يفضل بعض الأطراف خسارة موقفه على أن يفشي بعض الأسرار والمعلومات التي قد تسيء وتضر سمعته التجارية. ولعل ميزة السرية هي التي تشجع الأطراف على الحوار والتفاوض والحديث عن كل ما يجول في خاطرهم ويرد إلى أذهانهم من أفكار وحلول واقتراحات، وأحيانا من تنازلات بحرية وراحة تامة وتبديء عفوا وتطبيقا لمبدأ السرية، فيمنع على الوسيط أيضا التصريح أو الإفصاح عن أي معلومة من المعلومات التي حصل عليها ووصلت إلى علمه أثناء جلسات الوساطة،
ويمنع عليه إثارتها أمام المحاكم أو التحكيم في حال عدم نجاح الوساطة واختيار الأطراف باللجوء إلى التحكيم أو إلى المحاكم لحل النزاع الموجود بينهم. بتمنى أكون أستاذ محمد إني التزمت بالوقت. أكيد أستاذة مي، في معك دقيقتين كمان إذا حاب تجملي مثلا، أو 3 دقائق إذا بتقدر تجملي مقالك. تمام، المقالة اللي تم نشرها هي، بس برجع بأكد إنه هي كانت تحكي عن مبادئ الوساطة الأربعة والرئيسية، اللي كنا سواء كنا أمام وساطة أسرية أو وساطة عمالية أو وساطة مدنية أو وساطة تجارية بمختلف أشكال وأنواع الوساطة، فهي مبادئ واحدة وأساسية ترتكز عليها الأطراف، مما يشكل بيئة آمنة للأطراف للتفاوض والحوار والإفصاح عن كل ما يجول بخاطرهم والتعبير عن احتياجاتهم عن مصالحهم براحة وحرية تامة. هذا هو، فلتتفضل أستاذ. شكرا شكرا لك لكم. أستاذة مي، شكرا لك على التقديم الرائع وعلى المقالة كثير رائعة، وكثير استفدنا من المعلومات اللي طرحتيها، يعني كثير بتشكرك، وعلى التزامك بالوقت برضه كثير بتشكرك. ننتقل للأستاذة أسرار للمقال الثاني. الأستاذة أسرار هي حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في تاريخ الحضارة القديمة، وهي متصرف رئيسي للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة جندوبة، وعضو في خلايا الوساطة واليقظة والإنصات. تتحدث الأستاذة أسرار على مدار 20 دقيقة حول موضوعها، يتعلق في الوساطة والهوية الثقافية الاجتماعية بين الأنا والآخر. أستاذة أسرار تفضلي. نعم، أحييكم وأحيي جميع الحضور، أحيي بصفة خاصة الأستاذ محمد هادية، أستاذتي فاتن باللامين، أستاذة هبة وجنى، وأشكرهم على هذه الفرصة. قبل البدء في عرض أهم الأفكار في مقالي، سأحاول أن أقدم لكم يعني المعنى الأساسي الذي جعلني أكتب هذه المقالة. عادة نقول أن آلية الوساطة هي آلية بديلة لفض النزاعات. السر يكمن في لفظ ومصطلح بديلة. بديلة من حيث ماذا؟ رأيت البعد العميق في آلية الوساطة. دائما ما نتحدث ونتعمق أساسا في آلية الوساطة، في مسارها، في مهاراتها، في مختلف نماذجها ومناهجها، ولكن كلمة بديلة جعلتني أسأل السؤال: بديلة من حيث الهدف أيضا، أي هدف تسعى آلية الوساطة إلى إرسائه؟ كآلية بديلة لفض النزاعات، هذا الهدف هو هدف إنساني بحت. هذه الرسالة الإنسانية للوساطة جعلتني أرى في العلاقة بين الأنا والآخر علاقة يعني جديدة، انبنت على مواثيق جديدة. كيف ذلك؟ نعرف جميعا أن جدلية الأنا والآخر قد مست العديد من البحوث، سواء من الفلاسفة أو المؤرخين أو المفكرين أو الأدباء، وعادة ما هو متعارف عليه هو تلك الأنا التي دائما ترى نفسها أنا متعالية، ترى نفسها دائما أنها على حق، ترفض الآخر وتقزمه ولا تعطيه فرصة ليكون ذا مكان يعني في هذا الوجود. عادة ما نفسر الهوية الشخصية عندما نقول خصوصية الأنا، فنحن نتحدث عن هويتي أنا، هويتي الثقافية، أي الهوية التي أمتلكها من المجتمع ومن العادات والتقاليد التي تربيت عليه. ولكن هذه الهوية الثقافية للآنية هي هوية يعني ترفض الآخر ولا يعني تقدم له أي أهمية.
في حين أن الكونية هي تقبل الثقافات وتقبل الآخر وتقبل الهويات، ولكنها ظاهريا فقط، وفي باطنها هي تبحث دائما على مصلحتها الخاصة. في حين أن الوساطة قد بنت هوية جديدة للإنسان، هو أن نعترف بجميع الهويات بمختلف ثقافاتهم، بمختلف مواريثهم الاجتماعية والدينية والاقتصادية وما شئنا أن نقول، دون أن ننفي خصوصية كل هوية من الأنا. وهذا أول مبدأ يعني بدأت فيه للتعمق، يعني للنظر في البعد العميق للوساطة. أرجو أن نعود إلى الشريحة الأولى هبة إذا سمحتي. هنا ماذا قلت مثلاً؟ الوسيط إن لم يتحرر من الأنا ويتماهى مع الغير ككيان متكامل، لن يتمكن من أن يدق باب فضل النزاع بين طرفين. والمعنى تحرر الأنا وتناغمها مع ذاتها التي تجعله يقبل الآخر، هو عمق ما تصب إليه الوساطة كرسالة إنسانية تكون فيها الأنا مرآة للآخر والأنا مرآة لي. الوسيط قبل أن يمارس دوره كطرف ثالث في جلسة وساطة، هو في حد ذاته إنسان، هو كائن بشري، هو كائن له بندولاته الخاصة وله مواريثه الخاصة. الوسيط في حد ذاته إن لم يتصالح ذاتيا وإن لم يحقق ذلك التوازن بين فكره وعقله، لن يتمكن من أن يكون طرفا ناجحا يفض النزاع بين طرفين. في أول فرصة للنزاع يمكن أن يكون جوهر ذلك النزاع وموضوعه يفكره بذلك النزاع الذي هو أصلاً لم يتحرر منه. وبالتالي هنا نلمس أن علاقة تطوير الذات لها علاقة يعني عميقة بالوساطة. كلما تمكننا من تحقيق ذلك التصالح، نجح الوسيط أن يتمكن من تحقيق ذلك الذكاء العاطفي ويتمكن منه ويتوازن يعني عاطفياً، ويتمكن بالتالي من أن يكون له دور فعال في تقريب وجهة النظر بين طرفي النزاع. نمر رجاء. الوساطة بالتالي هي لغة الحياة، هي ذاك المركز الكوني الذي يلامس الهوية الإنسانية بما تحمله من تراكمات وصراعات. نمر فيما بعد. هنا كما بينت سابقا أن تعدد الهويات الثقافية بموروثها الديني والفكري والسياسي والأخلاقي، هنا ما المقصود؟ كلما تمكن الوسيط من أن يدرك الهويات المختلفة لطرفي النزاع، كلما سهل عليه أن يستكشف ما بطن داخل طرفي النزاع. يعني لكل هويته، نحن من مجتمعات مختلفة، من ثقافات مختلفة، من ديانات مختلفة، وأحياناً يجد الوسيط نفسه بين طرفي نزاع، كل طرف ينتمي إلى مجتمع معين، إلى ثقافة معينة. كلما أدرك الوسيط خصوصيات هذه الهويات بما تحملها من صراعات، بما تحملها من قبول للآخر، من فرصة تقدمها للآخر لكي يعني يكون معها طرف في هذا الوجود للحفاظ على تلك العلاقات الإنسانية، كلما تمكن الوسيط من أن ينجح في أن يزرع بين طرفي النزاع تلك الفرصة التي تجعلهم يقدمون حلا نابعا منهم ومتفقا عليه، ويحافظ بالتالي على تلك العلاقات الاجتماعية وتلك الرسالة التي تسعى الوساطة إلى إرسائها. ننظر إلى الشريحة الموالية رجاء. وبالتالي فإن التعمق في الهوية الإنسانية بيّن لنا تطور علاقة الأنا بالآخر بما يتخللها من صراعات نابعة من اختلاف جذري في العلاقات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والدينية. تقرب بالتالي الآنية بالغيرية أو تبعدها أو تقصيها تماما من علاقة معرفة إلى علاقة وجود. هذا الصراع على التواجد والتواصل والتصالح هو أساسا وليد ذلك الموروث الثقافي الاجتماعي للذات وللآخر باختلاف الأيديولوجيات والقيم الإنسانية على حد السواء. نمر رجاءً.
تتقلص بالتالي الهوة الحضارية التاريخية، ويتجذر مصطلح المحاولة لتفادي ما يسمى بغربة الأنا عن الآخر. ومن هنا تكون الفكرة السائدة بالقول بأن الأنا والآخر جزء من تشكيلة اجتماعية ودينية ثقافية واحدة هي غير صحيح. فالثقافات متغيرة متجددة، والروابط الاجتماعية غير ثابتة، بل تتلون حسب الصفة التشاركية بين الأفراد. ومن هنا نقر بكون جدلية الكينونة وإثبات مغزاها ومعانيها أمر متعلق بمدى قبول الأنا للآخر وتجاوز هذه الهوة، والاعتراف بأن إنسانية الإنسان لا تكون بمعزل عن اتحاد الأنا بالغيرية. نواصل عرض الشرائح. رغم الخلافات بالتالي، فالبشرية قد بنيت أساسا انطلاقا من هذا الاختلاف الفكري الجسدي الثقافي الاجتماعي، بل إن ثنائية مفاهيم الصراع والتفاهم والعداء والتآخي والتجاهل والاعتراف والتوجد هي التي جعلت آليات فض النزاع تتطور بتطور العلوم الإنسانية على مر العصور. الشريحة الموالية رجاء. الوساطة بالتالي هي آلية رفعت هذا التحدي وهذا الجدال الكوني بين الأنا والآخر، وأكدت في أسسها وقواعدها على ضرورة جعل الآنية والغيرية يلتقيان على هرم واحد وسلم واحد. والمقصود هنا في جلسة الوساطة من أهم قاعدة هي ضرورة الالتزام بالاحترام، وهو مهارة من مهارات الذكاء الاجتماعي. الاحترام، أي عندما نفرض الاحترام بين طرفي النزاع، فهنا قد وضعنا الأنا والآخر في هرم واحد متعادلين. هناك ندية في القيمة، ندية في الدفاع كل منهم على مصلحته، وبالتالي تلك الهوة في العلاقة العمودية بين الأنا والآخر قد وضعت لها حدا ما في جانب ما مهم جدا باحترام القيم الإنسانية بين طرفي النزاع. فالمجتمعات بالتالي هنا سنحاول أن نبين ما ميزة الوساطة كآلية لما كان موجود سابقا. المجتمعات الأولية كانت تستمع دائما للأقوى والأنفذ، الحوار كان أحادي ومعلن، يزرع مشاعر القهر والظلم، ولا يتيح مساحة متساوية لعرض أسباب الخلاف، والحلول كانت تصاغ حسب المصلحة العليا للأعلى. في حين أن الوساطة تعالت بمصارها المهيكل وقواعدها ومبادئها الإنسانية من قيم النزاهة والحياد والسرية، وقربت الأفكار بين الأطراف بكل احترام ورقي، وزرعت تلك الصبغة التشاركية في فض النزاع، وسمحت بنظرة راقية إنسانية للاختلاف. نمر إلى الشريحة الموالية رجاء. فآلية الوساطة بالتالي قد أرست مفهوم جديد للأنا والآخر، قائم على تجاوز الصراع بالانصات والحوار والتسامح والاحترام المتبادل، لأن الآخر يماثلنا في الكينونة البشرية، كما أن الوجود الفردي والبشري والاجتماعي والثقافي والعلمي يستلزم حضور الغير لتحقيق التكامل، بحيث يمكن للأنا أن ينفتح على الآخر ليتعرف عليه. وهنا وكأننا نقول أن الوساطة هي تلك المرآة التي تعكسني لغيري وتعكس الآخر لي. فالوجود بالتالي يقضي أن الماهية الإنسانية هي مسؤولية الإنسان على ذاته وعلى الآخر. نمر للشريحة. الوساطة بالتالي هي تلك الهوية التي تقبل جميع الثقافات بشمولية قيمهم وتقبلهم بخصوصياتهم وميزاتهم الذاتية. وبالتالي فإن آلية الوساطة تقبل الآخر ولا تلغيه، وتعطيه فرصة للدفاع عن نفسه وليكون عنصرا أساسيا في جميع المجالات. هنا سنتناول آلية الوساطة في مجالات أخرى، لأنها ستون ماتيير ملتي ديسبلينير، يعني يمكن أن نجد لها قيمة كبيرة حتى علاجيا. وهنا هذه الصورة تبرز كيفية أن تكون الموسيقى هي واسطة قادرة بقواعدها أن تحرر الذات من المعالجات والعقد النفسية، وتساهم في دعم العمليات التربوية وتنمية القدرات الذهنية. وبالتالي هناك مجال ليكون هناك تقييم وتحسين للأداء الإدراكي والاجتماعي والعاطفي والحركي لدى المريض. وهنا رسالة للجميع، وهي رسالة يعني
ومشروع تقوم به يعني أستاذتي الأستاذة فاتن باللامين، وعلنا إن شاء الله ننجح فيه، أن تكون الوساطة متواجدة في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات، لأن المهارات والقيم التي تدافع عليها بإذن الله ستجعل هناك جيل جديد يقبل للنزاع. نحن لا نستطيع أن نقصي النزاع، ولكن آلية الوساطة جعلتنا ننظر للنزاع بطريقة إيجابية، بطريقة بناءة، تسعى إلى الحفاظ دائما على العلاقات الاجتماعية وعلى الأنا والآخر، ليكون يعني لديجا بأقل الأضرار. إن شاء الله نكمل عرض أردت أن أنهي هذا العرض بمقالة لألبرت شفيترز، عندما يقول: الإنسانية ألا يتم التضحية بإنسان في سبيل غاية. وهذا هو البعد العميق للوساطة، يعني البعد الإنساني كآلية توجد في هذا الواقع، تحترم الإنسان وتدافع على الإنسان، وتحاول أن يعني تزرع نظرة جديدة النزاع. هي بصراحة يعني عمق وجودي إنساني قيمي، ونحن دائما نحاول أن ندافع عن القيم والمبادئ، وآلية الوساطة هي كذلك. وشكرا لكم على الانتباه. شكرا أستاذة إسراء على هذا التقديم الرائع، مقالة كثير مفيدة ومهمة ومعلومات كثير قيمة. والآن نفتح المجال أمام الحضور اللي حاب يشارك بسؤال أو مداخلة. أستاذ وليد تفضل. وليد الزجالي من سلطنة عمان محامي. أول شيء أشكركم على هذه الجلسة الطيبة، وأشكر المركز على الأمور. أنا عندي سؤال يطرح نفسه حول تنفيذ الوساطة. تنفيذ الوساطة، هي الوساطة عملية جيدة بين أفراد حقيقة، ولكن حينما تنفذ هذه الاتفاقيات الوساطة التي تطرح ما بينهم، لأن بعض الأمور صحيح إنها تسهل الأمور، وصحيح إنها تقوي العلاقات، لكن حين تنفيذها يحصل، هل هذه الوساطة تعتمد أو يطلعها كصيغة تنفيذية، لأن هي وساطة، لأن زمان كان يتم عن طريق كتاب العدل، يتم الاثنين اتفقوا في شيء ما، اتفقوا في وتعتمد. فهل من استفسار في هذه، هل إجابة في هذا الموضوع؟ نعم أستاذة مي، سؤال موجه أتوقع. تمام، يسعد مساك أستاذ وليد ومسا الجميع. بالنسبة لمدى إلزامية اتفاق الوساطة، زي ما حكينا في شرح مبادئ الوساطة، الوساطة طوعية وغير إلزامية في جميع مراحلها وجميع إجراءاتها، ولكن بمجرد توقيع الأطراف على اتفاق تسوية لإنهاء النزاع بينهم في الطريقة التي يرتضوها ويروها مناسبة لإنهاء الخلاف فيما بينهم، وتوقيع هذه الاتفاقية أو اتفاقية التسوية، يمكن لهم أن يطبقوا طواعية ما تم التوصل إليه من حلول ومن مقترحات تسوية لحل الخلاف. ولكن في حال لم يتم تنفيذه بشكل طوعي، فإنه الطرف صاحب المصلحة يستطيع أن يتوجه إلى المحكمة ويطلب منهم إصغاء اتفاقية التسوية بالصيغة التنفيذية، ويتم تنفيذه جبرا على الشخص الذي يرفض التنفيذ بشكل طوعي، وذلك بسبب توقيعه بإرادته على اتفاق التسوية النهائية. لكن لا يوجد هناك حكم ولا يوجد هناك قرار الملزم بين الأطراف، ولكن هذه صحيح اتفاقية طوعية ما بينهم. صحيح، جميع عملية الوساطة هي عملية طوعية من بدايتها لنهايتها، حتى الوصول إلى حل أو عدم الوصول إلى حل هو
قرار بيد الأطراف وباختيارهم. يمكن أن تنتهي وتفضي عملية الوساطة إذا ارتأوا الأطراف إلى حل واتفاق تسوية بالبنود التي يروها مناسبة لحل النزاع بما يحقق مصالحهم واحتياجهم، ويمكن أن يرتأوا بأن تنتهي هذه الوساطة بعدم الوصول إلى حل، ويفضلوا بعدها التوجه إلى التحكيم أو إلى التقاضي أمام المحاكم لوجود حل ينهي النزاع وبقرار يصدر من المحكم أو من القاضي. يعني فيما بعد نلجأ إلى التحكيم أو القضاء. صحيح، في حال عدم توصل الأطراف إلى أي اتفاق، هي الوساطة وسيلة أولية ومبدئية قبل الوصول إلى مرحلة أخرى أكثر جدية وأكثر حزم، هي مرحلة التحكيم أو القضاء، لأنه في التحكيم أو القضاء يتم فرض الحل على الأطراف فرضا، بينما الوساطة هم من يختارون الحل الذي يرضيهم. شكرا، بارك الله فيكم. شكرا لك أستاذ وليد. الأستاذ أحمد برضو عنده سؤال. السلام عليكم، مساء الخير للجميع، وبارك الله فيكم انكم فتحتوا لنا المجال. يعني فعلا انها محاضرة قيمة. السؤال كالتالي، انه الاستاذ محمد هادي في المقدمة تحدث وذكر جملة، يعني اسمح لي استاذنا محمد، هو استاذنا، انه ذكر المحامون هم الامثل للوساطة والتحكيم. يعني مش عارف، انا هيك خويه لإلي، وانا يعني استغربتها من الاستاذ محمد انه يحكي هذه الجمله، وكانه استبعد الاخوه المحكمين من المهندسين والاطباء وحتى نحن العشائريين، مع اني انا هلقيت ليس فقط عشائري، هناك عمل عشائري وهناك عمل في الوساطه والتحكيم، واقوم وامارس الوساطه والتحكيم خلافا عن العمل العشائري. هذه نقطه. النقطه الثانيه، في ذكر في اللقاء في المقطع اللي انبث على الإذاعة اللي بثتوه، إنه ذكر الأستاذ إنه يعني وكأنه إنه في فرق، وفرق شاسع بين الوساطة من الناحية القانونية، بين الوساطة والعمل العشائري. يعني أنا مش عارف، يا ريت لو أحد الإخوة يفهمني. يعني أنا أمارس العمل العشائري من أكثر من 15 سنة، وأمارس الوساطة والتحكيم من حوالي 10 سنين تقريبا، لكن ما لقيت انه في فرق بين الوساطه من العمل العشائري والوساطه من الناحيه القانونيه اللي هي الوساطه والتحكيم. نفس الشيء يعني. وبعدين يعني انا شعرت انه في الحديث اكثر من مره وفي اكثر من لقاء انه كنا اول نشعر انه الوساطه والتحكيم ان هي كانها بدها بديل للعمل القانوني وللمحاكم، يعني من الناحية القانونية هي متممة، وكلمة بديل أجت يعني مش إنها بدها تفرض نفسها، إن الوساطة والتحكيم هي ليست بديل عن، بالعكس هي متممة. ونفس الشيء بالنسبة للعمل العشائري والوساطة والتحكيم، هو متمم. إحنا كلياتنا نسعى، سواء العمل العشائري أو سواء الوساطة والتحكيم أو سواء المحاكم الرسمية، تسعى لحل الخلاف بين الأفراد وبين هذا. يعني أنا ما بدي في كل مرة في كل لقاء إني وكأني أنا بدافع عن العمل العشائري، مع إنه إحنا مش في مكان إنه إحنا نبرر عن أنفسنا، لأنه الأرض والشارع ببين أنو اللي بيعمل أكثر. يعني العمل العشائري هو عماله اللي بحل، وبالعكس في قضايا مرفوعه من سنين ترجع لنا احنا كعمل عشائر وبنحلها خلال اقل من 6 اشهر وربما اقل من 3 اشهر. فالعمل العشائري هو عمل وساطه بحد ذاته، واحنا نعتمد على القوانين وعلى الشرع. يعني احنا مش عملنا عبثي، وكانه حتى يعني معلش حتى اللي بيمثلوا الوزاره في وزاره العدل، ماشي انا ما بدي احكي بالاسماء، وكأنه العمل العشائري خارج عن القانون، وكأنه هو عمل، العمل العشائري يخلق فتنة في المجتمع. يا ريت اللي ما بيعرف بالعمل العشائري وما بيعرف شو هم العمل العشائري بلاش نتهجم عليه. يعطيك العافية أستاذ أحمد. الفكرة وصلت، والأستاذ محمد هي موجود معك، هو راح يرد على تساؤلك اللي أكيد هو طول أستاذنا سنك. طبعا على رأسي. بعزيزي.
والله انا صرت انبسط لما بسمعك استاذ احمد، بس انا بعتقد يعني انا بعتقد بانه انت عم تاخذ كل الدورات التدريبيه اللي لها علاقه بالوساطه والتحكيم. يعني باجي على الخليل بلاقيك، بطلع على رام الله بلاقيك، بدوراتنا بمؤسسه اكت برضه بلاقيك، ومع ذلك يعني هذا الشغف والنهم بالإقبال على العلم المتعلق بالوساطة وبالتحكيم ما غير بأنه أنت ثوبك الأساسي ولباسك الأساسي هو اللباس العشائري، أو عزز عندك قناعة بأنه لا يختلف. وأنا يبدو لي أنه أنت بتشوف أنه كل هذا العلم اللي أنت عم تتلقاه اليوم عشان تقارن بين اللي أنت بتشتغله من سنوات، طبعا أنا مش عم بحكي للنقاش، أنا يعني بس عم بحاول أجاوب، هو بيدخل ولا يختلف على الإطلاق مع العمل العشائري، بخلاف ما يعني يرونه في وزارة العدل وما يعني تراه نقابة المحامين، أو ما عبر عنه النقيب يعني في المقابلة، وما أراه أنا شخصيا، أو ما يراه كل يعني المشتغلين في مجال الوساطة والتحكيم. أنا بوعدك أخصص حلقة أستضيفك فيها، هذا وعد مني على السنة القادمة إن شاء الله، للحديث حول كل هاي التساؤلات والمشاعر اللي ما زالت موجودة عندك، حتى نفتح المجال، لأنه أنا بعتقد أنه الموضوع محتاج أنه نحطه على الطاولة والنقش. أنا لما حكيت ما كنتش بقول إنه المحامين مختلفين أو أفضل من غيرهم، لا، أنا اللي كنت بقوله بإنه المحامين بشكل رافع من ضمن الروافع، بمعنى لما أنت بدك تعمل عقد أستاذ أحمد وبدك تضمن هذا العقد بند الإحالة إلى الوساطة والتحكيم، أو الوساطة أو التحكيم، أو أي علاقة تعاقدية، أنت بتروح لمحامي مش لمهندس، صح؟ فأنا هذا ما قصدته، إنه دور المحامين عند صياغة العقود، دور المحامين هذا في المرحلة السابقة على نشوء النزاع، ودور المحامين في المرحلة اللاحقة كممثلين لأطراف النزاع دور جوهري وأساسي. هذا الجانب اللي أنا فقط كنت أقصده، لا أقصد لا سمح الله المساس والإساءة لأي مهنة، ومن أهمهم يعني مهن العمل القضائي العشائري، اللي أنا كمان بجوانب معينة أجله وأقدره في أماكن اللي إحنا، ولكن أنا دائما بدعو إنه الفصل بين الأدوار، وكل حدا يفهم إيش اللي بيعمله، ما عندنا مشكلة. الجانب اللي قاله النقيب اللي كان بيقصده كان بيقول إنه هذه الملفات أصلا موجودة عند المحامين، المحاكم معطلة، ما فيش قضاء من 17 لليوم، ما في محاكم، في قرار بقانون بوقف سريان المدد القانونية، المحامين من أشهر النقابة عندها قرار بتعليق الدوام، فعمليا كمان في إضرار بمصالح المحامين. كانت الفكرة اللي يعني تقدم فيها أخونا النقيب بأنه ممكن يكون المحامين ينتبهوا بأنه يتواصلوا مع بعض كمحامين ويحاولوا أنه يجربوا يوصلوا لحلول الملفات اللي عم تتراكم وقد تصل إلى الآلاف. هذه الفكرة اللي أنا فقط حاولت أشير لها بدون ما ندخل بنقاش، ووعد مني بالسنة القادمة رح أخصص لقاء لموضوع الوساطة والتحكيم من جهة والعمل القضائي العشائري من جهة أخرى. بس بدي أحط إضافة لزميلتي الأستاذة مي للأستاذ وليد. وليد اللي كان سأل حول موضوع التنفيذ اللي تفضلت فيه الأستاذة مي، أكيد صحيح، ولكن أنا بدي أفرق بين مسألتين. مسألة إنه يكون في قانون للوساطة بينظم آلية تنفيذ الأحكام، وإما إنه يكون البلد ما فيها قانون للوساطة. بالحالة الفلسطينية لليوم إحنا عندنا مشروع قانون وساطة وما عندنا قانون وساطة، وبالتالي وضع طبيعي إنه تثار أسئلة حول طب يعني اتفاقيات التسوية اللي بوقعوها أطراف النزاع يعني بانتهاء أعمال بانتهاء أعمال الوساطة بالنجاح، طب ما هو مآلها؟ هي وثيقة عرفية، هي فقط وثيقة عرفية اللي إثباتها وتنفيذها بيكون بالمسار القضائي العادي. أنا أمامي وثيقة موقع عليها الأطراف ومحتاجة لتنفيذها
تنفيذ بتوجه للمحكمة بطلب لتنفيذها كوثيقة عرفية. ولكن في الحالة ومن ضمنها هاي الحالة كمان مشروع قانون الوساطة الفلسطيني اللي كان لي شرف أني أكون ضمن الفريق الوطني اللي أعد يعني مشروع هذا القانون، بأنه كمان كان في ترتيب وتنظيم للعملية وتفريق أيضا ما بين اتفاقيات التسوية الصادرة عن الوسطاء الأفراد واتفاقيات التسوية الصادرة من مراكز الوساطة الرسمية، واللي كمان جزء من الوساطة الرسمية أعطى كمان قوة، أعطى باور لمراكز الوساطة بأنه توقيعها من مركز الوساطة أو من كاتب عدل بعطيها بيصبغ عليها الصيغة التنفيذية. أنا ما شفت إيش زميلي الأستاذ يوسف مدير عام الشؤون القانونية في وزارة العدل، بعتقد أنه شارك معنا وثيقة أنا ما فتحت، بس ممكن حدا من زملات الزملاء يفحصها أو يوسف بيقدر يعطينا إذا كان اللي بعته إشي له علاقة بهذه المسألة. هذا بشكل سريع. كمان أنا بدي أقول للأستاذ أسرار، غطيت الجانب الفلسفي النفسي الاجتماعي الذاتي الإنساني لمفهوم الوساطة، وهذا بودينا على محل اللي أنا بس بحب أمر بشكل سريع عليه، كان جميل. أنا شخصيا استمتعت، يعني كما استمتعت بعرض الأستاذة مي استمتعت بعرض الأستاذة أسرار، اللي كمان غطى جانب اللي هو مختلف عن الوساطة القانونية، أو هو الجوانب الإنسانية أكثر في دور الوسيط وفي عمل الوسيط، واللي بيميز الوساطة عن التحكيم وعن العمل القضائي والعمل إن شئت أستاذ أحمد عشان تفهمني صح بدون حساسية العمل العشائري. في جوانب عند الوسيط مختلفة تماما عن كل المشتغلين بالوسائل، ليست البديلة، بالوسائل الأخرى البديلة والرسمية المتعلقة بحل النزاعات. أنا بعتذر إذا أطلت، ولكن شعرت أنه ممكن يكون في عندي إشي ممكن أضيفه. شكرا. شكرا، شكرا لك أستاذ محمد، وشكرا أستاذ أحمد. في سؤال على الشات للأستاذة أسرار، كيف أن الموسيقى هي وسيلة من وسائل الوساطة؟ أستاذة أسرار معنا. نعم. سألتني الأستاذة سونيا عن الموسيقى، هي الوسيلة لها أبعاد ومجالات مختلفة، يعني نتحدث عن الوساطة الجامعية، الوساطة العائلية، الوساطة العقارية إلى غير ذلك. هناك الوساطة الشفائية وهو نعتمد عليها خاصة في معالجة الأمور النفسية للمريض، يعني وهنا سأفسر، لم يمكن أفسر ذلك جيدا في عرض الباوربوينت، يعني الإنسان المريض نفسيا يجد دائما أن هناك لا يوجد مجال ليتحرر من تلك العقد النفسية. لذلك نتحدث اليوم عن الطبيب الوسيط، يعني لو هناك العديد من البحوث أو عديد من الاختصاصات، وهناك الوسيط كما لديكم يعني في القانون المحامي الوسيط والقاضي الوسيط، لدينا الطبيب النفسي الوسيط. ومن بين التقنيات التي نعتمدها للعلاج هي الموسيقى، لذلك اعتبرت الموسيقى كوساطة لعلاج المرضى. ولدينا هنا في تونس يعني معاهد للموسيقى والمسرح لزرع خلايا الوساطة في هذه المعاهد. سوف يقع الاعتماد على وسطاء أطباء نفسيين وسطاء حتى يبرزوا هذا الجانب الإنساني الاستشفائي والشفائي للوساطة. أرجو أنكم قد أجبت على سؤالك أستاذ محمد. شكرا أستاذة أسرار. نأخذ كمان سؤال أستاذ محمد، تفضل، عندك سؤال أو مداخلة؟ طيب نأخذ الأستاذ مضر. الأستاذ مضر تفضل. يعطيك العافية، يعطيكم العافية جميعا لكل الزملاء
والجميع. أنا بالنسبة للوساطة بعتقد إنه إذا استطعنا نوصل لتسوية واتفاق تسوية فهو اتفاق ملزم وغير قابل للطعن، بينما بالتحكيم هو اتفاق ملزم ولكن قابل للطعن. يعني بتوقع إنه نتيجة الوساطة هي أسرع كمان، لأن الوساطة بتأخذ فترة أقصر كثير من التحكيم. وإذا أتوقع اتفاق التسوية فهو ملزم للأطراف. أنا حبيت بس أعلق على حكي الأستاذ وليد بالنسبة للوساطة، أنا مش ملزمة، هي مش ملزمة لكن أتوقع اتفاقية تسوية، وفي يعني والنسب عالية إنك تتوقع اتفاقية تسوية. شكرا شكرا على مداخلتك استاذ مضر. ناخذ اخر حبيبي سؤال الاخ عبد العزيز على اساس وقت المحاضره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أولا تحية إجلال وتقدير لكل الإخوة المتواجدين بهذا المجمع الكريم، أخوكم أستاذ عبد العزيز وهيا محكم ووسيط مقيد بجدول المحكمين لدى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير بالمغرب. وأحيي جميع الدكاترة والأساتذة والمحامون والمحاميات الذي أشكرهم جزاء لهذا المستوى المطلوب. وتعازينا ثانيا تعازينا القلبية لكل الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها البلاد الشقيقة، هذه البلاد الشقيقة، ولكل الموتى والمفقودين في إطار هذه الحرب اللامنتظرة في هذه الظرفية الصعبة. في إطار تعزيز هذه الوساطة وتنويرها في شتى تراب دولنا العربية الشقيقة وغيرها، والتي أتمنى أن تكون وساطة قيمة ذو نتائج حسيمة لنيل المراد والمبتغى لحل النزاعات الخاصة بها فيما بين المتفقين لإرضاء الأطراف بدون إجبار. فاليوم بالضبط يوم الجمعة، اليوم الأعز عند الخالق الوهاب، والمرادف اليوم الثالث من هذه الدورة، الندوة القيمة من طرف مركز منتدى التحكيم السيتي، والشكر الجزيل لكل من أسدى مشاركته وتقديم اجتهادات التحكيم، بالإضافة إلى القوانين الموضوعة في منظومة الوساطة والتحكيم بكل امتياز وفناء وتقديم وحكمة. التدخلية تجلى في المملكة المغربية التي سأقول بأن جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه قد أصدر بظهير ما يسمى ب حكام الجماعات والمقاطعات. يعني كانت هذه مبادرة جيدة كانت تحل جميع النزاعات التي تكون قد تنشأ فيما بين الأطراف، وكان لها صيدة كبيرة في حل النزاعات في الصلح، ووضع لها مبلغ محدد في 1000 درهم لفض هذه النزاعات، وبعدها وتكون تابعة للمحكمة الابتدائية الخاصة بالتراب التي يكون فيها هؤلاء الحكام. يعني كما قال الأخ عبد المالك فيما يخص العشائر، هذه ربما كهذه المحاكم التي تخص العشائر، وكانت لها صبغة جيدة، ويمكن أن يكون هذا الاتفاق حتى بتحديد الطرفين وباتفاقهم إلى مبلغ 2000 درهم. كانت تحل النزاعات المدنية وكذلك الزجرية التي كانت تصدر من طرف الوكيل العام أو الوكيل لدى المحكمة الابتدائية، ويصدرها أو ينقلها إلى محاكم الجماعات والمقاطعات، لكن مع الأسف الشديد تم إلغاؤها في سنة 2012 بتدخل عدة أطر منها وزارة العدل، وأصبحت الآن مضرورة، لأن شتى الملفات التي كانت تروج في محاكم الجماعات والمقاطعات أصبحت مكتظة في المحاكم الابتدائية. هذا ما أريد تنويره، والشكر الجزيل لكم أستاذ عبد العزيز وهي من مدينة أكادير المغرب، وتحية لجميع الدكاترة والأساتذة وللإخوة المشاركين في هذا المجمع الكريم. شكرا لكم. شكرا لك أخ عبد العزيز. الأخ خالد، بس إذا في عجالة يعني على أساس الوقت البرنامج. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي لحضراتكم، تحياتي لجميع أساتذتي، تحياتي لمركز أكت اللي أتاح لنا هذه الفرصة للاستفادة علميا من عقولكم النيرة. شكرا جزيلا. أستاذي العزيز، السؤال يتضمن مجموعة من الأفرع. السؤال: هل إن الوساطة تقام بناء على عقد بين أطراف العملية التحكيمية مع الوسيط؟ وإذا كانت تبرم بناء على عقد، فلماذا لا يمكن الاستفادة من إرادة الأطراف في اللجوء إلى الوساطة لغرض الإجبار على تنفيذ حكم الوساطة من خلال أن الاتباع عدة أساليب معينة كما هو متبع في مراكز التحكيم الحر التي تتبع وسائل معينة لإجبار المحكوم ضده لتنفيذ حكم التحكيم دون اللجوء إلى القضاء من خلال أولاً هناك مبالغ تأمينية تؤمن إلى صالح المحكم ممكن الاستفادة منها وتغطية ما تم الحكم به لصالح المحكوم له، أو التحكم ببطاقة الاعتماد وغيرها من عدة وسائل؟ لماذا لا يمكن اعتماد مثل هذه الوسائل في الوساطة لإجبار على تنفيذ حكم الوساطة في حال امتناع الطرف المحكوم ضده تنفيذ حكم الوساطة اعتمادا على إرادة الأطراف عن طريق تصديق عقد الوساطة عند الدوائر الحكومية المعنية بهذا؟ شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا لك أستاذ خالد. أستاذة مي، تحب تجاوب على السؤال؟ بس الصوت عندك. بالنسبة للسؤال الأول، إنه هل تقام الوساطة بناء على عقد بين الأطراف؟ حكينا إنه الوساطة هي عملية طوعية تعتمد على إرادة الأطراف المطلقة، يلجؤون إليها تحديدا رغبة منهم في اختيار هذه الوسيلة دون غيرها من وسائل حل النزاعات، سواء كان وسائل قانونية أو غير قانونية. ولكن هل هي تقوم بناء على عقد في بداية عملية الوساطة وبعد الاتفاق ما بين طرفي النزاع والوسيط على الدخول في هذه العملية؟ يتم توقيع اتفاق أولي هو اتفاق الوساطة. هذا الاتفاق يضمن قيام الوسيط بعمله بسرية، بحياد، بنزاهة، إعطاء الصلاحية للأطراف بتقرير مصيرهم، ويشرح آليات ومراحل الوساطة من جلسات منفردة مع كل طرف من الأطراف وجلسة مشتركة، إلا أنه التوقيع ويوقع الأطراف عليه، إلا أن التوقيع على اتفاق الوساطة هذا لا يعني إجبار الأطراف على الاستمرار في عملية الوساطة في حال أنهم رأوا أن العملية غير مجدية، أنها ستوصلهم إلى قرار لا يرتضوه، لا يحقق مصالحهم. فالوساطة بما أنها طوعية فإن الأطراف يستطيعوا الانسحاب منها على الرغم من توقيع اتفاق الوساطة الأولي. ولكن هناك اتفاق آخر هو اتفاق التسوية التي يصل إليها الأطراف بالتراضي فيما بينهم وبالتوافق على الحلول التي تنهي النزاع وترضيهم، ويكون الحل مقبول أيضا لكلا الطرفين، وهذا الاتفاق قابل للتنفيذ الطوعي من كلا الطرفين دون إجبار إلى من أي طرف أو من أي جهة. وفي الإجابة على السؤال الآخر، إنه قد يكون متصلة إجابته مع هذا مع إجابة هذا السؤال أيضا، إنه الأطراف بما إنهم اختاروا هذه الوسيلة فعادة تكون نية الأطراف التي تلجأ إلى الوساطة رغبتها في الوصول إلى حل ينهي النزاع بعيدا عن المحاكم وبعيدا عن التحكيم، وبالتالي فهي تنفذ القرار النهائي طواعية باختيارها وبرضائها حفاظا على العلاقات المستقبلية والتعاونية أي ما جميل. بين الأفراد، وليس فقط إنهاء النزاع. أستاذة إسرار، حابة تضيفي إشي؟ لا كملي أستاذة مي، وإذا هيك إجابتك مكتملة خلينا ننتقل للمحور الثاني. تفضل أستاذ محمد، تفضل. شكرا لكم جميعا، معلش بعتذر منك أخ مضر على أساس وقت البرنامج. هلا ننتقل إلى الأستاذ محمد هادية في موضوع آخر، كيف تصبح وسيطا في القدس. الأستاذ محمد هو محامي مزاول أمام المحاكم الفلسطينية وحاصل على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة القدس،
والبرنامج التنفيذي في التفاوض والقيادة الاستراتيجية من جامعة هارفارد، وسيط ومحكم معتمد لدى المحاكم في القدس ورام الله، ولدى مركز الوساطة والتحكيم التابعين لغرفة تجارة وصناعة محافظتي الخليل ورام الله والبيرة. عمل كوسيط ومحكم في أكثر من 50 قضية في المنازعات المدنية والتجارية والأسرية، وترأس عدد من هيئات التحكيم، وهو باحث ومدرب وخبير في الوساطة وتسوية النزاعات وبناء السلام، مؤسس جمعية أكت لحل النزاعات، وعضو مؤسس لجمعية مركز الرؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية. سيتحدث الأستاذ محمد حول كيف تصبح وسيطا في القدس. أستاذ محمد تبدأ تتفضل. شكرا، شكرا جزيلا استاذ محمد على هذه المقدمه الطيبه. طيب انا اللي بدي اقوله في هذا الموضوع انه العنوان يعني من الناحيه الجغرافيه مش كثير ضخم، ولكن لانه المشروع بتعلق في تعزيز دور الوسائل البديله لحل النزاعات في القدس، ولكن احنا لما بنحكي عن هاي الاجراءات اللي انا بدي اعرضها بهاي الورقه هي تشمل كل المناطق اللي بيسري عليها القوانين الإسرائيلية، وعشان هيك ممكن نشوفوا بعض الفروق بينها وبين المناطق الأخرى اللي أو دول الأخرى اللي فيها قوانين وساطة، وهي القوانين بتنظم بشكل فعلي كيف ممكن الواحد يصير وسيط. رح أمرق بشكل سريع كمان اليوم على مشروع قانون الوساطة الفلسطيني اللي كمان مرة لأنه كنت جزء من فريق إعداد هذا المشروع أو مسودة النهائية لهذا المشروع، فكمان ممكن أعطيكم ملاحظات كيف الاختلاف. ال 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 الفكرة اللي إحنا عم نحكي فيها من المرحلة اللي بيقرر حدا يشتغل وسيط أو يتعلم الوساطة، الفكرة الوساطة أنا بعتقد بأنه مثل القدس وبعتقد بكتير بلدان من العالم بتطلب على الأقل يكون في لقب جامعي أول، يعني القوانين المتعلقة بالوساطة في المناطق اللي بتخضع للولاية القضائية الإسرائيلية من أجل أن تكون وسيطاً معتمداً لدى المحاكم لازم يكون عندك درجتين، لقب أول لقب تاني، يعني بيطلبوا الماجستير مش بس البكالوريوس، ولكن استثناء ممكن يوافقوا على البكالوريوس، بيحطوا شروط كتير ضيقة كتير معقدة وكتير تفصيلية لأنه بيخاف. تجربة الوساطة كانت تجربة طويلة جربوا فيها المحاكم، بلشت فيها وجربت بأنه تشوف قديش ممكن تكون الوساطة فكرة بتخفف العبء القضائي عن المحاكم وبتساعد على الوصول بين الأطراف لتسويات، وهذه مسألة كتير مهمة لأنه التسويات مش بس كمان بتنهي النزاع من أمام المحاكم، كمان بتخليش فيه فرصة للاستئناف وللطعون القضائية أمام المحاكم. أي حكم اللي بصدر عن محكمة الدرجة الأولى بحكم قضائي أو حكم تحكيمي هو قابل للطعن إذا كان حكم قضائي بالاستئناف بطرق الطعن العادية، وإذا كان بالتحكيم فهو بطرق الطعن غير العادية، ولكن التسويات الناشئة عن الوساطة هي بتنهي الخصومة تماماً، وهذا واحد من الفروق المهمة اللي ركزوا عليها. ولكن أداء الوسطاء كان كتير بفرق، البعد الشخصي لعمل الوسطاء هو اللي ركزوا عليه، بمعنى أنه ما بدهم أي حدا يشتغل وساطة، لأنه بالتجربة أول 10 سنوات كانت هذه التجربة بتقول بشكل كتير واضح أنه اللي أثر على عدم نجاح العملية أداء الوسطاء أنفسهم، كانوا جايين من خلفية بديش يزعل من الأستاذ أحمد بس مش جايين من خلفية تعلموا فيها الوساطة بشكل فعلي، جاي من خلفية الإصلاح العام، ناس بيحبوا الإصلاح المجتمعي، أشخاص جربوا هيك يتدخلوا بقضايا معينة، ولكن شخصية الوسيط إلها دور كتير مهم في عملية الوساطة، مختلفة عن شخصية القاضي، مختلفة عن شخصية القاضي الخاص اللي بنسميه المحكم، وبالتالي بنوا مسار لهذه العملية. اللي لازم أنا أكد عليه إنه العملية بتختلف من بلد إلى بلد آخر، بكل دولة من العالم عندها قانون للوساطة وعندها لوائح تنفيذية بتنظم عمل هذا القانون وآليات تنفيذه
بيكون في آليات مختلفة لهذا التطبيق. أنا بقدر أقول لكم اللي أنا بتحدث عنه اليوم هو واحد من أعلى الاشتراطات بالعالم. أنا كان عندي فرصة بحثية أني أنا أطلع على المنطقة العربية، أطلع على منطقة الشرق الأوسط، أطلع على شمال إفريقيا، أطلع على أمريكا اللاتينية، أطلع على أوروبا الشرقية والغربية، الشرق الأدنى. واحدة من أهم أصعب الاشتراطات لاعتماد الوسطاء هي هاي الولاية القضائية اللي أنا عم بحكي. إذا بنمشي للي بعده إذا بتتكرم، مين معي على الباوربوينت؟ طيب رح نبدأ. شكرا شكرا. رح نبدأ بعنا مسارين، عنا المسار اعتماد الوسطاء في المحاكم، وعنا مسار الاعتماد وعمل الوسطاء خارج المحاكم. مسار الاعتماد للوسطاء للمحاكم، المسار بيقول إنه في دورة أساسية مدتها 60 ساعة. هذه الدورة، المحتوى تبع هذه الدورة معتمد من لجان متخصصة أقرت المحتوى تبع هذه المواضيع. واحدة من أهم المواضيع اللي لازم تمرق بالستين ساعة مهارات التفاوض، تعريف النزاع وفهم النزاع وتحليل النزاع، مبادئ الوساطة اللي حكت عنهم الأستاذ مي بورقتها، مهارات الوساطة ومراحل عملية الوساطة واتفاق الوساطة وآليات تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى الإثكس، أخلاقيات وسلوك الوسطاء. إذا تضمنت العملية هذه، إذا مر الشخص وبينعمل إشي بنسميه simulation، نتأكد من إنه بنهاية الستين ساعة اللي تلقى التدريب تبع الستين ساعة قادر إنه على الأقل يفهم الإجراء العملي، كيف بيعمل عملية الوساطة، كيف تجري عملية الوساطة. والفرق بالمهارات اللي بنحكي عنهم بين الوساطة وبين أي أداة أخرى أو أي وسيلة أخرى لحل النزاعات، بأنه أنا بحمل معاي الأدوات. مثلاً لما حكت الأستاذة مي على المبادئ الأربعة اللي بتحكم عملية الوساطة، الطوعية والسرية وتقرير المصير والحياد، هدول بيمشوا معي على مدار العملية، لأنه أنا تحت مراقبة دائمة من قبل أطراف النزاع، لأنه اتفاق الوساطة الأول مش ملزم بخلاف اتفاق التحكيم، لأنه اتفاق الوساطة بإمكان أحد الأطراف الانسحاب لأنه العملية طوعية، كيف قالت الأستاذة مي. بهذا الإطار أنا بكون حريص إن أنا أكون محايد بأدائي وليس فقط نظريا، أحافظ على السرية بعملي مش فقط نظريا، أمكن الأطراف بمفهوم تقرير المصير من إنه هم يديروا العملية ويديروا الحوار مش بس نظريا. لما بشتغل على تطبيق مهارات التواصل، بمارس مهارات التواصل مع الأطراف التنين، البادي لانجوج بعمله مع الأطراف التنين، إعادة صياغة بعملها مع التنين، وإنت مقتضى الحاجة التلخيص بعمله. كل المهارات اللي مرق بهذا المسار تبع الستين ساعة تدريبية تبع الوساطة بيعرف عن إيش عم بحكي. وبالتالي بعد مرورهم، بعدها في عنا كمان دورة تانية، ولكن هذه دورة من قبل المحاكم ولا تمنح إلا لبعض مراكز الوساطة المعتمدة والمتوافق عليها مع المحاكم. تكلفتها كتير عالية، رسومها تقريبا تراوح ل 2500 ل 3000 دولار، هي حوالي 14 لقاء. بهذا التدريب ما بنرجع للإطار النظري اللي أنا حكيت لكم عنه، بنطبقه فعليا، لأنه المحاكم بتحول لنا ملفات من إشي بتسميه محكمة الدعاوى الصغيرة أو القضايا الصغيرة، بتحول قضايا من قبل المحكمة إلى مركز التحكيم. فقط العدد الأقصى للمشاركين بكل تدريب هو 4 أشخاص، وبيجري التدريب على طريقة الكوميديشن، بأنه يكون 2 الوسطاء، 2 مش وسيط، 1 منفرد. بتحول المحكمة الملف لأطراف النزاع، بتخبرهم أنه إحنا بنعتقد بأنه هذا الملف ممكن الحل عن طريق الوساطة، وبالتالي القرار لكم. إذا رغبتم بعتنا لائحة الدعوة ولائحة الجوابية للمركز الوساطة الفلاني، رح يتواصلوا معكم. الوساطة مش ملزمة، إذا شعرتوا أنه أنتوا بدكم الوساطة تقدروا تروحوا عند الأطراف. إذا وصلتوا للاتفاق، الاتفاق برجع لنا للمحكمة وبنثبته كحكم قضائي، وما في داعي ترجعوا على المحكمة مرة تانية. إذا ما وصلتوش لاتفاق، موعد الجلسة القضائية المحدد في الدعوة المقامة بيناتكم بتضلها بموعدها
المحدد، وبالتالي بتيجوا على موعد القضية. دورنا كوسطاء إحنا نقنع الأطراف. المحكمة فقط حولت الملف. جزء من التدريب اللي بنتلقاه إحنا نتواصل مع الأطراف، نقنع الأطراف باللجوء إلى الوساطة، لأنه ما فيش اتفاق وساطة في دعوة قضائية. إذا وافقوا الطرفين بنحدد الجلسة وبنعقد جلسة الوساطة. وصلوا الأطراف لاتفاق، هذا الاتفاق بتحول للمحكمة رسميا وانتهت القضية. ما وصلوش لاتفاق مثل ما قلت لكم برجعوا للمحكمة. لازم حسب التدريب هذا، لازم كل حدا من الأربع متدربين يعمل 6 قضايا وساطة. شرط أساسي إنه يساعد الأطراف بالنجاح لإنهاء قضيتين منهم بالاتفاق، بمعنى إنه يوقع اتفاق تسوية كحد أدنى. إذا وقع وحدة بمعنى إنه الوساطة مش ملزم، عندي 6. إذا ما نجحش بمساعدة الأطراف للوصول لاتفاق المحكمة بتقبلوش. إذا وصل لاتفاق واحد كمان مرة المحكمة ما بتقبلوش. لازم يكون في عنده على الأقل اتفاقين. لازم كمان يكون عم بيشاهد زملائه، عم بيشوف عنده فرصة 6-4، عنده فرصة يشوف 24 قضية، بس هو ب18 منهم مشاهد، فكمان بعد انتهاء كل جلسة بيكون عنده فرصة للتقييم، تقييم دور الوسيط، مراحل الوساطة، مهارات الوساطة، وكل ما يتعلق بهذه العملية برمتها. فهذا بيساعده كمان إنه يشوف من برا كيف زملائه وزميلاته بيعملوا عملية الوساطة بهذه الطريقة. إذا نجح باجتياز البراكتيكوم هذا التدريب، مرة بالسنة المحاكم بتفتح الباب لتقديم الطلبات. مرات مرتين السنة هاي مثلاً انفتح مرتين، من قبل كان له سنة أو أكثر ما كانش مفتوح. إحنا شو بنقدم؟ طبعاً لازم أقولكم في كمان إشياء بتنعمل. لازم يعمل بريزنتيشن لمرتين حول قضايا اللي متعلقة بهذا الموضوع. ممكن يعمل حول الوساطة التيسيرية والوساطة التقييمية. أنا مثلاً لما اجتزت هاي الدورة عملت هذا الموضوع لأني بتذكره. ممكن يعمل عن التفاوض، ممكن يعمل عن موضوع أهمية وقيمة الاعتذار وقديش ممكن يساعد في عملية الوساطة، The power of apology، قوة الاعتذار. ممكن يعمل عن طرح الأسئلة. في كتير إشياء اللي إحنا بنشتغل عليها، عن الجلسات المنفردة، عن الجلسات المشتركة. لازم يكون هو اتصل بقضيتين من الأجوبة من المحكمة وحكى مع الأطراف، فيش التزام بأنه مجبور يلزمهم بهاي العملية، ولكن في شيء بيقول انه لازم يجرب. انا اذكر انه انا المرات اللي عملت فيها هذا الكول او هذا الاتصال كان مريح للاطراف واجوا لعمليه الوساطه. غالبا اخلاقيا كقاعده سلوك معتمده من المركز اللي انا اخذت فيه هذا التدريب، من يجري الاتصال لا يجري عمليه الوساطه، عشان نحافظ على اعلى مستويات الحياد وما يكونش تاثر الوسيط باتصاله مع أطراف النزاع. أنا وصلت الأطراف لاتفاق، بعدها بحوله للسكرتارية تبعت المركز، هم بيرتبوا بعينه من الوسطاء الآخرين. بهاي الطريقة أنا بكون أنهيت اللي مطلوب مني، بقدم الطلب. في اشتراطات كتير، في إشي بنسميه تقييمي، أنا بعمل إشي بسميه شهادة مني عن تقييمي كيف جرت عملية الوساطة. إذا قدمت كل الأوراق زي ما لازم بصير أنا معتمد، ولكن معتمد للوساطة في القضايا أو الدعاوى الصغيرة. في مسار أعلى هو المسار المتعلق بدعاوى قضايا محكمة الصلح ومحكمة البداية، لازم أمر بمسار بتعلق ب 18 قضية. لازم يتحول لي قضايا من المحكمة ويتحول لي قضايا من المحامين، ولكن لازم يكون عندي 18 قضية بشرط أنه يكون الحد الأدنى 6 منهم صار فيهم اتفاقيات تسوية. بعدها بعمل امتحان شفهي، بعدها بعمل امتحان كتابي. بقدر أقولكم أنه الشروط الموجودة حتى تكوني وسيطة أو تكون وسيط هون، شروط هي الأقسى والأصعب في العالم كله، عشان هيك كمان بتطلع وسطاء كتير مناح للي بيمروا بهذا المسار. في أنواع للوساطة، ممكن تكون وسيط لدى محكمة الدعاوى الصغيرة، ممكن تكون في النزاعات العمالية، هذا كمان مسار مختلف، بدأ تأخذ تدريب في النزاعات العمالية. أنا أنهيت مثلا قبل شهر كمان تدريب بقضايا الأسرية المتعلقة بقضايا الطلاق أمام المحاكم المدنية والمتعلقة بقسمة الأموال المشتركة
وهذا موضوع كتير صعب يعني. هلأ كمان ممكن أقدم أني أكون وسيط معتمد في هذا الموضوع، أكثر من نوع، فبتكون أنت على أكثر من قائمة متخصصة، لأنه بيعتمدوا كمان هنا على التخصص. هذا فيما يتعلق بالداخل المحاكم. خارج المحاكم، بمجرد ما أنهيت 60 ساعة تدريبية، أنت بتقدر تأخذ تعمل ختم وتفتح مكتب وتفتح ملف ضريبي وتحط اسمك وسيط، ولكن ما بتستلم ملفات من المحاكم بهالبساطة. تقدر تشتغل بسوق العمل كوسيط اللي أي حدا بيقدر يلجأ لك، وبتقدر تساعد الأطراف على الوصول لاتفاق. ليه؟ لأنه 60 ساعة تدريبية بيعطوك فرصة تكون ملم بالأساسيات الأولى. المحاكم نظام آخر أكثر صعوبة، فصار عندنا واضح عندنا نظام خارج المحاكم، عندنا نظام داخل المحاكم. ننتقل للشريحة اللي بعدها إذا بتكرمي أستاذتي الفاضل. هذه واحدة من المسائل اللي أنا كتير بركز عليها، ويمكن كمان لأني أنا بشتغل بالتحكيم وكمان بشتغل بالوساطة. أنا بعتقد واحدة من أهم المشاكل اللي إحنا بنواجهها بسوق العمل، واللي بتكون أسباب بالتحكيم لتقديم الطعون في أحكام المحكمين، وفي الوساطة لعدم اكتمال عملية الوساطة نتيجة لعيب أو خرق لقواعد السلوك قام بأداء الوسيط خلال العملية. الفرق بأنه بالتحكيم الوسيط بطعن إمتى؟ بعد ما يصدر الحكم. الأطراف النزاع بالقضية التحكيمية، بالوساطة بتنتهي العملية. أنا دائما بكون أقول للناس اللي أنا بعطيهم تدريب، أطراف تعطيش الفرصة لأطراف النزاع يسحب الكرسي ويروح. سلطان الإرادة بالتحكيم قوي بيجبر الأطراف على الاستمرار إذا وقعوا كلاهما على اتفاق التحكيم، ولكن بالوساطة بضرب الباب بإجره دائما. أنا بقولها وبطلع بقول لي ما بدي إياك ولا بدي الوساطة تبعتك، أنا أشعر بأنه أنت شخص لا تتصف ولا بالحد الأدنى من قواعد السلوك الأخلاقي، وما بدي أستمر بهذه العملية، وأنا مش شاعر أنه هذا عمل حتى وأنا موقع اتفاق الوساطة يا جماعة. فهذه المسائل كتير مهمة لازم نطلع لها. أنا بعتبر أنه أهم المبادئ الأساسية هي اللي قالتهم الأستاذة مي الأربعة، بإني أنا لازم أكون محايد طول الوقت، والحياد مسألة كتير صعبة. أنا بشك بأنه على الكرة الأرضية، مش بس كنت مرات أعتقد بأنه إحنا كعرب أكثر، ولكن أنا بعتقد أنه العالم كله مش محايد، يعني مش محايد بمعنى عندنا أفكار مسبقة، عندنا أحكام مسبقة، عندنا افتراضات عن الأشياء جاي من محل بدافع عنه أكثر من محل الآخر. الحياد نظريا مسألة ممكن البعض يعتقد أنها سهلة، ولكن هي واحدة من أصعب الأشياء. قديش أنا بقدر أحافظ على السرية وعلى قواعدها وعلى مبادئها وعلى مسارها، قديش أنا ما بتدخل بإني أقترح حلول على أطراف النزاع، لأنه أنا ممنوع كوسيط يعني أنا أقترح حلول على أطراف النزاع، إلا إذا أنا بقوم بدور الوسيط التقييمي اللي أنا طلبت من أطراف النزاع قبل بداية العملية، بأنه أنا إذا بتحبوا نعمل وساطة تقييمية، ولكن مشترط أكون وسيط خبير، ما بنفع أكون وسيط غير خبير. المبادئ الأربعة اللي أنا قلت لكم إياها، مسألة أساسية موضوع تضارب المصالح، أتأكد أنه أنا ما عندي مصلحة مع أحد الأطراف. الاختصاص إذا عم نحكي على الوساطة التقييمية، المعايير المتعلقة بالنزاهة والمهنية، المعايير المتعلقة بصون الكرامة الإنسانية، بأنه أنا ما أمتهن كرامة حدا، ما أتعامل بتعالي مع طرف على حساب الطرف الآخر، وهي بنشوفها بكتير مرات بالمناسبة. الحفاظ على مكانة وسمعة الوساطة، هذا الدور اللي البعض بيعتقدش بأهميته، أنا بعتقد بأنه هون نهتموا كتير بهاي الأهمية. وأنا صارت معي قضية من هذا النوع وبقدر أقول لكم إياها، لما أنت بتحافظ على قواعد السلوك المهني والأخلاقي في عملك كوسيط، حتى لو الأطراف بهاي القضية ما وصلوش لاتفاق، ممكن بالنهاية يجي يقول لك شكرا بهاي القضية أنا ما وصلتش لاتفاق، بس أدائكم كان بيقول إنه لو واجهت كمان مشكلة ممكن ألجأ للوساطة. وهي شخصيا صارت معي بتدريب البراكتيكو، ما نجحناش بمساعدة الأطراف لوصل لاتفاق، كان عنده موقف تفاوضي مختلف، هو جاي مش عشان يوصل لاتفاق، ولكن المسار أعطاه شعور بالراحة، أعطاه شعور بالثقة بالعملية، مش فينا لأنه إحنا مش هيرجع يشوفنا كمان مرة، بس سلم علينا قال شكرا، عكست صورة طيبة للوساطة. المرة هاي أنا ما وصلتش لاتفاق، بس ما بمنعنيش إني أنا أرجع مرة تانية للوساطة مع أشخاص غيركم، لأنه أنتوا حافظتوا على مكانة وسمعة الوساطة كمسار. كمان يجب الإفصاح عن الدفعات المالية إذا كانت الوساطة بأجر. وأنا بقدر أقول لكم بس مسألة بسيطة، بالولاية القضائية اللي إحنا بنشتغل فيها، الحد الأدنى اللي لا يجوز النزول عنه إلا إذا الشخص يعني هو جعبله ينزل، الحد الأدنى للساعة، لأنه الأجر حسب الساعة، هو تقريباً $220 بتقاسموا الأطراف، كل واحد بيدفع يعني 800
850 860 شيكل بدفعوا الأطراف. عادة الوساطة بالقضايا البسيطة بتاخذ 3 ساعات، ممكن ينعمل جلسة تانية لكمان ساعة أو ساعتين، يعني بنحكي كحد أقصى 5 ساعات. ممكن شفتوا المبلغ كبير، بس أنا بقدر أقول لكم إنه إذا بنحكي عن 5 ساعات ضرب 200,000 دولار مقسوم على الطرفين، كل واحد بيدفع 500 500، ولا إنه يقعدوا بالمحكمة أشهر ويمكن مرات سنين ويدفعوا أتعاب محاماة بمبالغ. وأنا كمحامي أنا بقول هذا الإشي، مرات بالمحكمة مصلحتي كمحامي أخذ أتعاب أعلى بس على 2 و3، بس بالوساطة ممكن أخذ أتعاب أقل، ولكن خلال أسبوع بكون خلصت الدعوة وخلصت القضية. فهذا الفرق. كمان أنا كمحامي مهم أطلع على مصلحتي، لأنه مرات أنا كمان بضطر أرفع دعوة على أطراف النزاع، وخصوصا إذا بمثل الطرف اللي انحكم ضده، عشان أنا يعني أخذ أتعاب المحاماة تبعي. فهي معايير بتتعلق بالمصالح، وهذا الدور اللي إحنا بنشتغله كوسطاء، نعزز الاهتمام عند أطراف النزاع بمصالحهم، يفكروا أكثر بمصالحهم أكثر ما يفكروا بالمواقف اللي يعني المتعنتة والصلبة اللي وصلتهم لهذا النزاع. إذا ممكن نقلب الشريحة للي بعدها تكرما، وإذا ممكن أستاذ محمد خبرني إذا خلص وقتي ولا قديش ضايل. صراحة مستمتعين أستاذ محمد معك في لا لا هذا يعني الاستعراض، يعني بس لا بشكرك، ولكن خلص وقتي معك، شكله. ها لا لا معك كمان 5 دقائق يعني بتقدر شكرا تحكي. شكرا شكرا جزيلا. طيب عشان نصبح وسطاء ناجحين، انا شخصيا بقدم هذه النصائح، واللي كمان بعتقد انه هي مصالح، يعني نصائح اللي ممكن تكون مفيدة كتير وانا بلتزم فيها. اللي بيعتقد انه بيقدر يكون وسيط بدورة تدريبية واحدة وتنتين وثلاثة واربعة هو مخطئ، هو مخطئ تمام، ولكن بيعطيه الأساسات. ولكن عملنا بتعلق بالتجربة، معلش خليني أغلط، ولكن خليني أغلط، ولكن إذا رافقتني حسن النية بشكل دائم، فالأطراف رح يمرقوا لي هذا الخطأ. كلنا بنغلط، كلنا غلطنا، ولكن إذا شعروا الأطراف بإني مش محايد بسامحونيش على الغلط. إذا شعروا الأطراف بإني أنا يعني متحيز لطرف حساب طرف آخر، الطرف اللي شعر بإني أنا متحيز ضده مش هعطيني فرصة أخرى. ولكن إذا الأطراف شعروا بإني أنا بنفذ قواعد السلوك المهني والإخلاقي باحترافية عالية، وأخطأت في مسألة بحسن نية، صدقوني رح يدعموني، رح يدعموني كمان كوسيط، وهم عم بيدفعوا لي أتعابي إذا كانت الوساطة بأجر. وبالمناسبة كثير من الوساطات إحنا بنعملها بدون أجر، أو الأغلبية من الوساطات إحنا بنعملها بدون أجر، خصوصا الكوميونتي ميديشن، الوساطات المجتمعيه. لازم مهم اضلني اشتغل على هذه المهارات واطورها واتدرب عليها. احنا لما بنعطي التدريب بقول روي على البيت، روح بشغلك اتدرب على كيف تعمل تلخيص، كيف تعمل اعاده صياغه، وكيف تبتسم بشكل دائم، وكيف تكون متواضع كمان بشكل دائم. هذه كلها مهارات اللي مش موجوده بمحل تاني. يعني انا بقدر اناقش واقول انه أنا لما بكون بمجلس التحكيم كمحكم بكون قاعد وكتافي مرفوعة، بس أنا عودت حالي إنه كتافي يكون منخفضة، لأنه كتير بحكي مع الأطراف النزاع بعمليات الوساطة. لازم يشعروا إنه أنا محتاجهم، أنا محتاجهم عشان أساعدهم مش عشان عندي مصلحة منهم. فهاي المسألة كتير مهمة، مهم جدا زي كتير من المهن الأخرى، وليست المسألة متعلقة فقط بالوساطة، خصوصا انه الوسطاء ما في مهنه دائمه اسمها الوساطه. بكون محامي ووسيط، مهندس ووسيط، محاسب ووسيط، مصرفي ووسيط، اي حرفه، معلم، معلمه. مهم شبكه العلاقات تكون قويه، ومهم البروفايل وسمعتك المهنيه كمان تكون عاليه، علاقاتك منيحه مع كل اصحاب المهن اللي من خلالهم كمان هم بيحولوا لك ملفات. اذا بتتكرم وننتقل للشريحه اللي بعد. كمان مهم نتطلع على توجهات الوسطاء في العالم. مثلا أنا يعني تلقيت التدريب وتعليمي لحد ما طورت مدرستي الخاصة. اليوم اللي أنا عندي منهجية بشتغل عليها مختلفة عن كل المنهجيات، فيش صح وغلط بالوساطة. أنا أخذت دورات تدريبية مع وسطاء اللي بيعملوا الجلسات المنفردة بعدين بيعملوا الجلسات المشتركة. شفت الوسطاء اللي بيعملوا على طول جلسات مشتركة ولا يقتربوا على الإطلاق من الجلسات المنفردة إلا إذا تعثرت يعني سبل التفاوض بين الأطراف واحتدت الأجواء وسممت غرفة الوساطة. ممكن أطلب من الأطراف أنتقل، أو يطلب من الأطراف الانتقال لغرفة منفردة، يعملوا جلسة منفردة مع طرف ويستأذنوا الطرف الآخر فيها. المنهجية اللي أنا بشتغل عليها اليوم هي منهجية مريحة
اللي أنا بلتقي بالأطراف إذا تمكنت ووافق الأطراف بجلسة تحضيرية أولية، بعدين بعمل الجلسة المنفردة، بعدين بعمل الجلسة المشتركة. في الطلبات بتختلف إذا اشتغلت وفق هذه المنهجية، يعني إني أنا بشتغل وفق الطريقة المختلفة هي الجلسات المشتركة على طول، لأنه هناك بناء الأجندة بياخذ طريقة ومسار مختلف. أنا بناء الأجندة عندي بالجلسات المنفردة بيجي بناء على طلبات الأطراف في نهاية كل جلسة منفردة. فكمان الطريقة بتختلف كتير. مهم أضلني أتابع، مهم أضلني أسمع، ومهم كمان تروج لخدمتك، بس مهم تروج لخدمتك صح. وأنا دائما بشجع الناس يدخلوا هذا السوق وهذا المجال، بس بقول تخلطوش الأشياء. يمكن الأستاذ أحمد يزعل، لا، إذا أنت شايف حالك بقالب وثوب رجل الإصلاح والعشائر خد من هاي، ولكن ضلك بتوبك. إذا أنا بشوف اليوم أنه أنا قادر أكون بهذا المحل وعم بخلط بينه وبين التحكيم، لازم أقرر وين أنا موجود. بعتذر إذا أنا أطلت، شكرا جزيلا لصبركم ولإصغائكم. شكرا لك، شكرا لك أستاذ محمد، وشكرا لجميع الحضور. نفتح مجال للأسئلة وللي حاب يعمل مداخلة. تمام، الأستاذ وليد تفضل. أستاذ وليد، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أستاذ وليد. شكرا أستاذنا على هذه، تعتبر كدورة 60 ساعة في عملية الوسيط. يعني في النهاية نقول حتى كمحامي موجود، فعملية الوساطة بيكون عنده أسهل في اعتماد بعض الاتفاقات، ولكن مثل ما نقول الاتفاقات يجب أن تكون موثوقا بها الشخص الوسيط في هذا. نحن نعرف في نواحي الأسرية حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا كوسيط يحل، لكن هل نعتبر كوسيط كخبير؟ عشان إذا كان يفتح مكتب الوساطة موجود عندكم في فلسطين، فأعتقد نحن عندنا في سلطنة عمان تسمى لجنة التوفيق والمصالحة. إذا اتفقوا الأطراف في هذه اللجنة مع الوسطاء تنتهي وتأخذ الصيغة التنفيذية في هذه الحالة إذا لم يتم تنفيذ الوساطة بين الأطراف. فأعتقد نفس الكلام اللي بقوله أعيده، إن الوساطة أو الحكم يطلع بين الوسيطين بيكون هذا له اعتماد معين كتنفيذه، بيكون عملية سهلة ما بينهم. أستاذ أنت شرحت حول متطلبات الترخيص في الوساطة، هل الشخص سواء قانوني أو غير قانوني أو مهندس أو أي شخص، أستاذنا شرح في مسائل العشائر اللي تحصل بين بعض المشكلات، حتى أنت عارف في قضايا الجنائية في اللي أستاذ شرح لنا العشائر تدخل تصلح ما بينهم، تتوسط فيما بينهم، تنحل القضايا كأنها لم تكن. فهذه بغيت المداخل اللي أدخل معاكم في هذا الأمر، ولكم كل التحية من سلطنة عمان. شكرا لك أستاذ وليد على هذه المداخلة. أستاذ محمد، في برضو سؤال من الأخت سحر، هل بقانون الوساطة المقترح مسموح الترويج للخدمات بأي وسيلة كانت، لأنه بعض المهن غير مسموح لعمل الدعاية والترويج للمهنة؟ هذا موجه لك سؤال أستاذ. تمام، شكرا أستاذ وليد زميلنا العزيز من عمان. يعني بالدرجة الأساسية الوساطة ليست حكرا على المحامين، بالعكس. يعني أنا بعتقد أنه دائما أنا بقول بأنه إحنا المحامين مش أحسن ناس نشتغل وساطة. الجايين من خلفية علم اجتماع وعلم نفس، الجايين من خلفية الوساطة محتاجة لتهذيب للشخصية بطريقة مختلفة مع الوقت. يعني إذا يمكن الكلمة إذا مش بمكانها، إحنا محتاج يعني الوساطة بتغيرنا، بتغير بنائنا وتكويننا الشخصي، تخلق منا أشخاص أكثر وسطيين، أكثر اعتدالا، أكثر عدم إصدار لأحكام مسبقة. بس اللي بحب أقول لك إياه، لأنه يبدو عم بتكرر عند أكثر من حدا، الوسطاء لا يصدروا أحكام يا أستاذ وليد.
ليست مهمة الوسطاء إصدار الأحكام يا أستاذ وجود. الوسطاء يساعد الأطراف على تسهيل الحوار والتفاوض والتواصل بينهم. ميزة العنصر الأساسي اللي شرحته الأستاذ مي متعلق بتقرير المصير هو تمكين الأطراف. أنا بعطي الأطراف المجال، وهذا ما يميز يعني يمكن مع التعديل اللي أنا شفته بالتعديل اللي صدر الشهر هذا أو الشهر الماضي بقانون الوساطة الإماراتي، أن أضيف للوساطة التوفيق بتعديل سريع وأميزه بالتعريف ما بين الوساطة والتوفيق، بأن قالوا بأن التوفيق فيه ميزة إضافية وفق القانون الإماراتي الحديث بأنه الوسيط يعني قد يقترح الحلول ويعني وكمان يقدم تقارير معينة. إحنا إذا وصلوش لاتفاق في سرية حتى على 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 ما جرى خلال جلسات الوساطة. بكل أحوال قلت لي أستاذ محمد في سؤال من كمان زميلي، إيش كان السؤال؟ سؤالها بتعلق في موضوع هل صحيح، مسموح التزويج؟ تذكرت تمام، شكرا، سؤال كثير مهم. مين اللي بيحدد مسموح وممنوع؟ اللي بيحدد عادة مسموح وممنوع النقابة التي تنظم عمل أعضاء. الوساطة ليس لها نقابة لغاية الآن. يعني مثلا كمحامين في نقابة، والنقابة يعني نظمت بقانون، وفي إطار هذا القانون قالت شو المسموح وشو الممنوع. عشان هيك اللي أنا قرأتهم عليكم قواعد السلوك المهني والأخلاقي، أنا حاولت أستنبطها من أكثر من ممارسة فردية ومن أكثر من مركز وساطة وتحكيم. إذا أنا موجود فقط في مركز تحكيم، في مركز وساطة عفوا، مركز وساطة وتحكيم أو مركز وساطة فقط، وهذا المركز وأمارس عمل الوساطة فقط من خلال هذا المركز، وهذا المركز عندما وقعت الاتفاقية على العمل كوسيط من خلاله عنده أنظمة ولوائح داخلية بتقول إنه ممنوع على الوسطاء المعتمدين لدى هذا المركز استخدام أي دعاية شخصية لتسويق أعمالهم، وعليهم الالتزام فقط بما يصدر عن هذا المركز أو هاي المؤسسة من دعاية وإعلان، ممنوع عليه. وممكن يكون قراره لا أنا بدي أضلني برا. إذا اليوم صدر مثلا قانون لإنشاء نقابة للوسطاء أو نقابة للمحكمين، اللي بيقيدني وبينظمني هو القانون اللي بينظم قواعد السلوك المهني المتعلقة فيه إذا أنا بدي أحافظ على عضويتي بهذه النقابة. اليوم الوسطاء بيقدروا يكونوا على تيك توك، بيقدروا يكونوا على السوشيال ميديا، بيقدروا يكونوا على انستغرام، بيقدروا يسوقوا لحالهم، فيش إشي بمنع. شكرا استاذ محمد. قبل ما انتقل للاستاذ احمد، في كمان سؤال بتعلق في موضوع ما تم الاقرار به في الوساطه، هل يتخذ كبينه او حجه في امام هيئه التحكيم او المحكمه، وهل يجوز ان يكون الوسيط كبينه شاهد امام المحاكم او امام هيئه المحكمه؟ أنا برأيي إذا وصلوا الأطراف لاتفاق لا في داعي لتحكيم ولا في داعي لمحكمة، ما هم وصلوا لاتفاق منهي للخصومة. وعادة هذا النوع من الاتفاقيات بيتم التنفيذ فيه بإطار التنفيذ الطوعي، يعني لما أنا كنت بنزاع أنا وأحد الأطراف، إحنا عم بنجرب عشان أنتوا تفهموا، يعني أنا اللي ما أرجو من الجميع إنه يفهم بأني مرحلة إحنا بيكون النزاع. أنا بمرحلة أولى بفحص فرص عدم الوصول للمحاكم، بفحص قدرتي أنا والطرف الآخر عدم الوصول إلى التحكيم. أنا بهذه المرحلة عم بجرب أوصل لاتفاق، وصلت لهذا الاتفاق شو بدي بالتحكيم والمحاكم؟ ما أنا وصلت لاتفاق لأني أنا محتاج هذا الاتفاق، أو هذا الاتفاق حقق لي المصلحة، وبالتالي وصلنا لهذا الاتفاق ينفذ طوعا يا جماعة الخير. إذا أحد الأطراف ما نفذوش طوعا، جاوبنا هذا السؤال عشان ما نكرر أنفسنا كمان مرة. إذا في قانون بنظم آلية تنفيذ اتفاقيات التسوية بروح لهذه الآلية، إذا ما فيش بدي أروح بدعوى اللي أنا أثبت فيها هذه الاتفاقية، وبأنه الاتفاقية صارت بدون ضغط وبدون إكراه وما فيش تزوير، وهي الأسباب اللي بيقدر يطعن فيها الطرف الآخر. تفضل شكرا أستاذ. لك استاذ، شكرا لك استاذ محمد. استاذ احمد تفضل. استاذ احمد الصوت، ايوه، هل لا اوكي، هسه كان في خلل في المايك. انا بس بدي يعني نعاود نمر على نقطه كثير ذكرها بارك الله فيه الاستاذنا محمد،
بالنسبة للفرق بين الوساطة وبين التحكيم، اللي هي كثير وبتصير معنا، انه معروف ومتعارف صرنا بالنسبة للتحكيم انه ان انا جلست مع احد الاطراف معناته بيقدر فورا الطرف الثاني يطعن بالقرار بالمحكمة، طبعا على طريق المحكمة. لكن بالوساطة اكيد في بعض الاحيان او في اغلب القضايا برفضوا الطرفين الجلوس مع بعض، حتى لو في المكتب او عند الوسيط. فانا تلقائي يسمح لي القانون باني اتوجه ربما لبيته او لشركته او لمكان عمله واجلس مع الطرف الاول ثم الطرف الثاني، وربما تتكرر العمليه اكثر من مره لا قبل ما اوصل لنقطه بينهم انهم يلتقوا وجها لوجه لانهاء الخلاف، ويكون ايش، وربما زي ما تفضل برضو محمد، وكثير احنا يعني او مش كثير في بعض الاحيان انه احنا ربما بسمح لنا القانون انه احنا نساعدهم في الوصول لشيء وسط بينهم، لقرار وسط، لرقم وسط، لحل، لا ماشي، لكن مش افرضه عليهم، لا لا بالعكس، بكون ايش ك يعني كنقول اقتراح من الطرفين. وهذا اللي بصير، يعني هذا الفرق شاسع ونقطة مهمة جدا بين الوساطة وبين التحكيم. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ أحمد. ناخذ الطيب الأشب، نرجع للأستاذ وليد. أستاذ الطيب، لا، السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا تم التوصل لاتفاق عن طريق الوساطة، لكن كان هنالك بنود بالاتفاق الرضائي غامضة، من سيقوم بتفسير هذه البنود؟ هل الوسيط أم القضاء؟ وشكرا. شكرا كمان لهذا السؤال كمان مرة. أنا يعني عشان أسهل العملية، لأنه الأجوبة بحددها القانون الموجود بالبلد. أنا بعرفش الأستاذ الطيب من وين، ولكن إذا كانت لهجتك بتدل على أنه حضرتك من المغرب، فاليوم في قانون الوساطة والتحكيم، المغرب صدر حديثا بعتقد السنة الماضية. إذا بترجع له أو إذا من بلد تاني يخبرنا، إذا بترجع له بيكون نظم هذه المسألة. يعني القانون ينظم آلية مثلا قانون التحكيم الفلسطيني، لانه ما عندناش قانون وساطه بفلسطين، فما بقدرش اجاوبك على هذا السؤال الا وفق القانون المحلي الوطني. قانون التحكيم بفلسطين جاوب على موضوع التفسير وقال انه بيرجع لهيئه التحكيم خلال مده معينه، اذا احتاجوا لتفسير بيرجعوا للهيئه، الهيئه بتقوم بتفسير القرار او الحكم التحكيمي الصادر عنها. ما عنديش بفلسطين قانون اللي بيقول وين بتنتهي علاقة الوسيط أو الوسطاء بالقضية وإيش المسؤوليات اللي عليهم. بس اللي أنا بدي أقول لك إياه مسألة، لأنه هذا خاضع للتفكير، أنا كوسيط أستاذ طيب لا أصيغ اتفاق الوساطة عشان ما أتحمل مسؤوليته، وهذا ضمن الإثكس، يعني ضمن، إلا إذا كنت محامي وبعرف الالتزامات والواجبات والحقوق القانونية. أنا قبل توقيع اتفاق الوساطة بطلب من الأطراف يراجعوا محامينهم عشان أنا ما أتحمل مسؤولية الصياغة لا من قريب ولا من بعيد. إذا طلبوا مني الأطراف، وأنا مش، وعلى فكرة أنا محامي، بس بكتير مرات بقضايا الوساطة أنا ما بعرف عن نفسي كمحامي عشان ما أحمل حالي مسؤولية إضافية، عشان ما ينتظروا مني، عشان ما تكون توقعاتهم فيي كمحامي كمان إضافة لتوقعاتهم مني كوسيط. أنا بقوم بدور الوساطة بهالعملية، فيش داعي يعرفوا أني أنا محامي، ما في داعي يطلبوا مني أني أنا أصيغ الاتفاق، وبالتالي أنا ما عندي أي مسؤولية عن محتوى هذا الاتفاق. أنا ساعدتهم بأنهم يوصلوا الاتفاق، أنا مش مسؤول عنه. هيئة التحكيم مثلا أو المحكمة مسؤولة عن الحكم اللي هي بتصدره، لأنه مسؤوليتها تتعلق بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية. أنا كوسيط مسؤوليتي تتعلق ببذل عناية فقط، ليس جزء من مسؤوليتي أن أوصل الأطراف إلى توقيع اتفاق، ليس جزء من مسؤوليتي ما يتضمن الاتفاق من فحوى أو محتوى. أنا لما بصيغ الاتفاق بتلو عليهم مرة ومرتين وثلاثة، بتأكد إنه هم فهموه زي ما لازم، بوضحه معهم، بشرح لهم إياه،
عشان احل بعض القضايا اللي انت اثرتها، وانا عم بحكي على المستوى العملي وبجرب استحضر التجارب اللي مرقت معي قبل هالمره. وصار معي مره انه بعد ما وقعوا الاطراف اتصلت في وحده من اطراف النزاع بالليل، قال الاستاذ انا هذا الشرط، قلت لها لا، يعني كيف يعني هذا الشرط؟ انت ما وقعتيهوش، هذا ما طلبتيهوش، هذا الشرط كان اصلا اقتراح من طرفك. قال مظبوط، بس مش بهي الطريقه. قلت لها قرأت عليك كم مرة؟ قالت لي قرأت، قلت لها قرأت عليك كم من مرة؟ لأنه هذا بتعلق بالسلوك المهني والأخلاقي تبعي. قالت لي مزبوط قرأت علي. قلت لها ما ترجعي تحكي معي كم من مرة؟ قال بدي أعدله. قلت لها إذا بدك تعدليه بدك ترجعي تطلبي إذن من الطرف الآخر لإعادة التفاوض حول هذا البند، لأنه صار واصل لاتفاق من الطرفين. إذا الطرفين بتتوافقوا على إعادة التفاوض أنا بستقبلكم بمكتبي كمان مرة، أهلا وسهلا، عيدوا تعالوا عندي، عيدوا التفاوض وأنا بسهل عملية الحوار والتواصل والتفاوض بيناتكم. ولكن إذا هو رفض هذا الاتفاق انتهى ملزم. شكرا. شكرا أستاذ محمد. نأخذ آخر اتصال من أخ وليد، تفضل آخر مداخلة. السلام عليكم. عليكم السلام السلام. عليكم. وعليكم السلام. شكرا شكرا أستاذ محمد، حقيقة الوساطة تقوم بدور كبير، ولكن تحتاج إلى عملية تنظيمية في هذه الحالة. ومثل ما تفضلت أن عملت أنت الوساطة، وكيفية صياغة هذا يرجع للمحامي. المحامي يجب أن يكون هل يكون متواجد في أثناء الوساطة معكم ولا لا، يا أما تصيغ الوساطة وتروح للمحامي للاعتماد عن طريق تنفيذها. ولكن الوساطة هي سهلة، هي مهمة جيدة، مهمة حقيقة، تعطي للمجتمع مكانة. يعني مثل هذه عمل مجتمعي، عمل مجتمعي لإصلاح بعض الأمور التي تمر، بدأ الجأ للمحاكم ورجع للتحكيم. ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم لهذا العمل وقانون لهذا العمل الوساطة. أنتم قلتوا أن في فلسطين موجود عندكم، وفي المغرب في مدونة صدرت في هذه الحالة الوساطة والتحكيم. ففي عملية تنظيمية حقيقة، الوساطة تعطي يعني العمل المجتمعي، العمل بين حتى نقول للعائلة واحدة، ولكن يجب أن يكون ملزما لكل الأطراف. ولكم كل التحية وألف شكر لكم. العفو العفو أستاذ وليد. شكرا شكرا كثير لك أخ وليد. شكرا أستاذ محمد. نستكمل هذا اليوم إن شاء الله في المؤتمر، في اليوم الثالث من المؤتمر. والآن راح نستعرض مقالات تتعلق بجهود الوساطة الدولية في ظل الصراعات العربية. سيرافقنا في هذه الجلسة كل من الدكتورة ديانا فاعور والأستاذ بيرم غزال، حيث ستتحدث الدكتورة ديانا حول جهود الوساطة الدولية في الصراع العربي الفلسطيني خلال الأعوام الأخيرة. ثم سيتحدث بعدها الأستاذ بيرم حول تقييم مدى انسجام الجهود المبذولة في المصالحة الفلسطينية ضمن إطار مفهوم الوساطة الدولية. دكتورة راح تبلش ديانا معنا. طبعا دكتورة ديانا فاعور هي حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون والاقتصاد من المملكة المغربية، وحاصل على درجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الإبداع من جامعة النجاح الوطنية. أسست شركة سراج للمحاماة والملكية الفكرية والتحكيم، وهي محاضرة جامعية غير متفرغة في جامعة النجاح الوطنية. ستتحدث الدكتورة على مدار 20 دقيقة حول جهود الوساطة الدولية في الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي خلال الأعوام الأخيرة. تفضلي دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ محمد على شكرا عليك على المقدمة. والصلاة والسلام على سيدة محمد. يسعدني أن أرحب بكم جميعا مرة أخرى، وأهنئ مؤسسة أكت على هذا الحدث الرائع في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها فلسطين. كما أهنئ وأشكر الأستاذ محمد هادي على دعمه المستمر والرؤية الاستراتيجية اللي يقدمها لنا دائما. وأشكر كذلك زملائي في اللجنة القانونية على هذا التنظيم الرائع للمؤتمر، وعلى رأس الأستاذة رئيس اللجنة القانونية هبة دوقان على الفرصة الرائعة المتاحة لتبادل الخبرات والآراء مع الزملاء الباحثين الآخرين.
يمكن القول بأن عنوان الورقة البحثية الخاصة في عنوان الساعة أو عنوان حتى اليوم والظرف الراهن، فكانت الورقة البحثية بعنوان جهود الوساطة الدولية في الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي خلال الأعوام الأخيرة. الآن بعد دراسة حول جهود الوساطة، ارتأيت فقط الأعوام الأخيرة، لأن الصراع الفلسطيني على مدار عشرات السنين شهد جهود وساطة متعددة، فقد اقتصرت على الأعوام الأخيرة، يعني قصرت الأمثلة فقط على الأعوام الأخيرة. الآن بالنسبة إلى الوساطة، نهج الوساطة تتبع في حل الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي كوسيلة دبلوماسية سياسية شاملة لحل هذا الصراع، وقادرة على الوصول إلى أطر معينة توافقية ما بين المتنازعين. بناء على ذلك، فإن هذا الصراع العربي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي شهد جهود وساطة دولية متعددة، سواء كانت على صعيد الدول، على صعيد المنظمات الأممية والمجالس، سواء كانت على صعيد الأفراد، جميعها أخذت على عاتقها مهمة واحدة، وهي التوفيق ما بين المتنازعين وصولا إلى تسوية لهذا الصراع. الآن أكاد أجزم بأن أغلب الحضور يتبادر لذهنهم سؤال واحد، هو ماذا قدمت هذه الوساطات للصراع الفلسطيني، طالما أننا نحن اليوم وهذه الساعة والآن نشهد نزاع قائم، فبالتالي هذه الوساطة على مدار عشرات السنين ماذا قدمت للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما المتغيرات التي أجرتها على أرض الواقع. طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار عدة معطيات تقودنا لها إلى إثارة يعني هذا السؤال، لأن هذا التساؤل هو مشروع، باعتبار أن الوساطة هي عملية يتدخل بموجبها طرف ثالث يسمى الوسيط ما بين أطراف النزاع، يأخذ على عاتقه مهمة التوفيق ما بينهما وبين كلا أطراف النزاع لغرض الوصول إلى حل يرضي الطرفين، وبالتالي يفترض أن يكون هناك موافقة مسبقة بين أطراف المتنازع على اللجوء إلى الوساطة. الآن هذه الوساطة قد تنهي الصراع برمته وبأكمله، وقد تنهي جزء منه، يعني ليس بالضرورة أن تؤدي الوساطة إلى إنهاء الصراع بأكمله، وإنما قد تعمل على حل جزء منه. بالإضافة إلى اعتبار آخر يتمثل في أن الاعتبار الآخر هو أن الوساطة ليست عملية عشوائية، بمعنى إحنا نتحدث عن الوساطات الدولية وليست عن الوساطات التي تتم بين النزاعات بين الأفراد. على صعيد الوساطة الدولية هي عملية لها تقنين قانوني ولها أساس قانوني، ليست عملية عشوائية، وكررت ذلك وأكدت ذلك هي الاتفاقيات الدولية. على سبيل المثال اتفاقيتها لهاي لعام 1899 ولعام 1907، اتفاقيتها لهاي أكدتا على أن الوساطة هي مبدأ يتم اللجوء إليه لغرض منع تأجج النزاع ما بين الأطراف، عملت على تضمين قواعد ممارستها وآلية ممارستها. إضافة إلى ذلك، كان هناك ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة الذي أخذ على عاتقه مهمة حفظ الأمن والسلم الدوليين، اعتبر أن الوساطة هي أحد القنوات القانونية التي يمكن من خلالها تسوية المنازعات التي تنشأ ما بين الدول. كذلك بروتوكولات المحكمة الجنائية الدولية عملت على تضمين أسلوب الوساطة أو نهج الوساطة كآلية لحل المنازعات التي من الممكن أن تقودنا إلى جرائم حرب وجرائم دولية. الآن حتى أتمكن من تقدير مدى نجاح أو عدم نجاح جهود الوساطة التي شهدها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لابد أن أخذ بعين الاعتبار أمرين هامين حتى أتمكن من تقدير هذه الجهود ودراستها. الآن أسس عملية الوساطة، أو قبل ما أتحدث عن أسس الوساطة خليني أشير لأهمية الوساطة، بما أنها هي لها أهمية كبيرة في مجال تسوية المنازعات الدولية بشكل عام بغض النظر في الصراع الفلسطيني وفي غيره. الوساطة تسهم بشكل كبير في التخفيف من التوترات وبالتالي تحقيق حلول سلمية وبالتالي يعزز استقرار دولي.
كذلك تعزز أيضا قيم المفاوضة وحل النزاعات بطرق دبلوماسية بدلا من اللجوء لاستخدام القوة واستخدام العنف وما إلى ذلك. كذلك في ظل نزاعات ناشئة، الوساطة لها دور كبير في معالجة الأزمات الإنسانية، وشهدنا ذلك قبل حوالي شهر في قطاع غزة عندما تدخلت الوساطة القطرية لإدخال لحل الأزمة الإنسانية التي شهدها القطاع في حينه. كذلك تعزز الوساطة التفاهم بين الدول، وممكن أن تشجع أيضا على التعاون في مجالات أخرى أو في حال نشوء نزاعات أخرى. الآن حتى أتمكن من تقدير مدى نجاح الوساطة أو عدم نجاحها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لابد أن ألقي النظر بتمعن على ما يسمى بأسس عملية الوساطة، لأن من وجهة نظري نجاح الوساطة في حل نزاع معين وعدم نجاحها في آخر يعتمد على مدى توافر أسس عملية الوساطة، لأن هي تعتبر هي ضمانات نجاح عملية الوساطة. الآن الأساس الأول هو الاستعداد، بمعنى الوسيط الذي يأخذ على عاتقه مهمة القيام أو التوسط من أجل حل نزاع ما، لابد أن يكون مستعدا بما يكفي للخوض في هذه العملية. بمعنى ذلك أن يكون مستعدا، يعني لابد أن يكون لديه رؤية استراتيجية، عملية استراتيجية لكيف يمكن أن يدير أو كيف يمكن أن يتوسط ما بين الأطراف لغرض الوصول إلى حل يرضي كلا الطرفين. لابد أن يكون قد يعني يلقي النظر على طبيعة هذا النزاع وأسباب قيامه وما إلى ذلك، كل ما يتعلق بهذا النزاع. كذلك لا يعني لا ضير من أن يكون إذا كان هناك مبادرات سابقة ولم تنجح، لابد من أن يكون على اطلاع عليها لكي يطلع على أسباب فشلها وعدم نجاحها، ويعني يتجنبها في العملية التي يجريها أو في الوساطة التي يقوم بها. هاي فيما يتعلق في عملية أو في أساس أو في أول أساس أو أحد ضمانات نجاح عملية الوساطة، وهو الاستعداد. الأساس الثاني وهو الموافقة، طبعا هذا أساس في غاية الأهمية. لابد أن يكون هناك موافقة من كلا أطراف النزاع على اللجوء إلى عملية الوساطة حتى تتمكن الوساطة من تحقيق مخرجاتها، لأنه إن قوبلت برفض من كلا أطراف من أحد أطراف النزاع، فبالتالي الخوض فيها سوف يكون بلا قيمة ونتائجها لن يكون لها أي تطبيق على أرض الواقع، لأن هي مرفوضة من البداية. فبالتالي لابد أن يكون هناك موافقة، مع العلم أن في التوسط في النزاعات قد تطرح وقد تطلب، بمعنى قد يأتي أحد الأطراف ويطلب من وسيط أحد الأطراف المتنازعين ويطلب من وسيط يثق به أن يتدخل من أجل أو للتوسط في عملية إنهاء هذا النزاع، وقد تأتي الدول أو الأفراد يعني أو الهيئات من تلقاء نفسها وتطرح هذا عملية الوساطة على الأطراف المتنازعة، وبالنتيجة لابد أن يكون هناك قبول من كلا أو من كلا أطراف النزاع حتى تبدأ العملية أو حتى يبدأ السير في عملية الوساطة. فيما يتعلق في الحياد والاستقلالية، وأكاد أجزم بأن أهم أسباب أو أحد ضمانات نجاح عملية الوساطة الحياد والاستقلالية، وإن جئت لأقيم عملية وساطة في صراع دولي أينما كان، أكاد أجزم بأن افتقار مبدأ الحياد والاستقلالية يرتب عليه عدم نجاح الوساطة. بمعنى كوسيط متدخل في عملية وساطة لابد أن يكون هناك حياد واستقلالية، بمعنى كل طرف سوف يعطى يعني كل طرف سوف يكون له فرصة متكافئة مع الطرف الآخر، لأن بمفهوم المخالفة عدم وجود الحياد والاستقلالية يعني الانحياز، ومتى شعر أحد الأطراف المتنازعين أن هناك انحياز في عملية التوسط بطرف آخر وبالنتيجة سوف تكون مخرجات الوساطة تحاكي متطلعات طرف دون الآخر، فبالتالي لن يكون هناك قبول ولن يكون هناك تجاوب ولن يكون هناك قدرة لكي يعرض هذا الطرف مطالبه وأهدافه وماذا يريد من عملية الوساطة. فبالتالي لابد أن يكون هناك حياد واستقلالية، وأن يأخذ الوسيط على عاتقه الالتزام بمبادئ الحياد والاستقلالية عندما يجري توسطا في علاقة ما. ويستذكرني مثال على مبدأ الحياد والاستقلالية، هو أنه في بداية العام 2023 جاءت الصين وتقدمت بوساطة لحل الصراع برمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين.
انتشرت على جميع الوسائل الإعلامية بأن الطرف الإسرائيلي رفض الوساطة الصينية ووصفها بأنها وسيط محايد، وبالتالي لا يمكن له قبول المخرجات وساطتها أو حتى قبول التوسط في هذا الصراع. فيما يتعلق في اتساق جهد الوساطة وتنسيق وتكامليته، هذا يعني بأنه عندما يكون هناك نزاع ما قائم، والصراع الآن الذي تشهده الساحة العالمية هو خير مثال، المجال مفتوح للجميع، لجميع الدول، إن صح التعبير النطاق مفتوح للجميع لكي يتدخل ويعرض ويقدم وساطات معينة. فبالتالي تشكل عبء على الوسيط المتدخل بأنه لابد أن يكون هناك بأسلوب الوساطة المراد اتباعه وإدارة الحوار والنهج المراد اتباعه، لابد أن يكون هناك تنسيق وتكاملية حتى يتمكن الوسيط المتدخل من تحقيق رؤيته وبالتالي تحقيق الوساطة مخرجاتها. التفاهم الثقافي طبعا هذا شيء طبيعي، لأنه لابد أن يكون هناك فهم للثقافات الأطراف المتنازعة وتنوعها وهويتهم العرقية وما إلى ذلك، خصوصا يعني قد يكون هناك نزاعات قبلية، فبالتالي لابد أن يأخذ الوسيط بعين الاعتبار هذه الأمور. الصبر والاستمرارية، طبعا الصبر والاستمرارية هي من أسس عملية الوساطة، لأنه لا يعني ليس بالضرورة أن تؤدي الوساطة مخرجاتها من العملية الأولى أو من المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة، قد تأخذ شهور، قد تأخذ سنوات عملية التوسط، فهذا يتطلب في المقابل أن يكون هناك جلد وصبر واستمرارية يتحمله الطرف الوسيط. طبعا السرية، الحياد والاستقلالية والسرية أحد أهم أو ضمانات نجاح عملية الوساطة، لأن السرية لابد أن يكون هناك سرية جدا في المعلومات الشخصية والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف. مع العلم قد لا يكون أطراف المتنازعين الموجودين على نفس الطاولة في عملية التوسط، وخصوصا في النزاعات الدولية قد يكون كل طرف لديه وسيط من طرفه بوساطة، يعني مثلا ثنائية أو جماعية، فبالتالي ما يجري ما بين الوسيط والطرف المتنازع الآخر لابد أن يبقى سري ومخفي عن الطرف الآخر، وسبب في ذلك حتى يكون هناك يعني حرية أكثر للطرف المتنازع بأن يبدي مطالب وأن يبدي مطالب وأن يعرض ماذا يريد وماذا يريد من هذه الوساطة أن تؤدي مخرجاتها. فبالتالي لابد أن يكون هناك سرية وعدم إفشاء لجهود الوساطة. يعني مثلا من وجهة نظري أعتقد على سبيل المثال على مبدأ السرية في النزاعات الدولية، وسائل الإعلام تكون يعني تنتظر ما في التوسط في صراع معين مخرجات هذا الصراع، إلى ماذا جرت الأمور، هل هناك ما زال تفاهم أم أن الأطراف عزفوا عن اللجوء إلى الوساطة وما إلى ذلك. لكن الإبقاء على السرية وعدم إفشاء أي مخرج لعملية الوساطة له أهمية كبيرة، لأنه مثلا على سبيل المثال ليس بالضرورة شعوب الطرف المتنازع أن ترضيه عملية الوساطة، وليس بالضرورة أن ترضيه فكرة اللجوء للوساطة، فبالتالي الإبقاء على السرية من شأنه أن يحافظ على إمكانية تطبيق مخرجات هذه العملية. هذا فيما يتعلق بأسس الوساطة. أيضا للتقدير مدى نجاح الوساطات الدولية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لابد من أن يكون هناك تسليط ضوء على أنواع الوساطة، بحكم أن هذا الصراع شهد جميع أنواع الوساطة من حيث القائم فيها، بمعنى هناك كانت وساطات فردية يتوسطها شخص ذات ثقل دبلوماسي أو دولة واحدة تقدم مقترحا توسطيا في صراع معين. شهد أيضا هذا الصراع وساطات ثنائية تجتمع دولتين من أجل حل هذا النزاع، سواء كانت يعني في مرحلة معينة ازدياد أعمال العنف عفوا والقوة وما إلى ذلك، أو في بشكل عام للصراع بأكمله. كذلك شهد أيضا هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي جهود وساطة جماعية تتعلق بتدخل مجموعة من الدول، تدخل مجلس الأمن، تدخل هيئات منظمية، هيئة الأمم المتحدة وما إلى ذلك. الآن بالنسبة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولتطبيق ذلك بالأمثلة، في العام 2000 نبدأ في العام 2016. في العام 2016 كان عقدت قمة عقبة سرية بمشاركة كانت أمريكية وإسرائيلية وأردنية ومصرية. كانت تتعلق هذه القمة يعني تداولت عدة مقترحات، لكن كان الهدف الأساسي لهذه الوساطة هي حل الصراع الفلسطيني بأكمله على أساس مبدأ
حل الدولتين. طبعا حل الدولتين هذا مبدأ يعني قدمته هذه الوساطات، مخرج هذه الوساطة الأمريكية الإسرائيلية الأردنية المصرية، قوبلت بالرفض من الطرف الفلسطيني. أحد أسباب الرفض هو أن الطرف، كلا الأطراف المتنازعين الفلسطيني والإسرائيلي، شارك في هذه القمة طرفا دون الآخر، وبالتالي افتقدت إلى الحياد والاستقلالية، هناك انحياز للطرف الآخر، وبالتالي قوبلت بالرفض هذه الوساطة الأولى، وبالتالي لم تحقق مخرجاتها. في ذات العام فرنسا قدمت جهود وساطة دولية، دعت إلى اجتماع وزاري لتقريبا 28 دولة حول الشرق الأوسط، أيضا كان الهدف أيضا يتعلق بالصراع بأكمله، هو من أجل استئناف عمليات السلام الفلسطينية والإسرائيلية تحت مبدأ حل الدولتين. أيضا هذه يعني كما نحن يعني هذه الوساطة أيضا لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، ولم يتم الأخذ بها، إنما هي طرحت يعني. الآن في العام 2017 شهد هذا العام أيضا جهود وساطة أمريكية فردية تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين توليه الحكم، كانت قائمة على أساس صفقة القرن، وبالطبيعي أكيد يعني متأكد بأن الجميع يعلم ما تقتضيه هذه الصفقة فيما يتعلق بسيناء والضفة الغربية وما إلى ذلك. أيضا هذه الوساطة الفردية قوبلت بالرفض ولم يتم تطبيقها. فيما يتعلق في العام 2021 كان هناك جهود وساطة دولية، طبعا في هذا العام 2021 كان هناك تزايد في الصراع وفي النزاع تحديدا في قطاع غزة، تدخلت في حينها، جاءت نطلق عليها بهون وساطة جماعية فرنسية مصرية أردنية، عملت على تدشين مبادرة إنسانية، فهذا المخرج الأول كان له هو تحقيق مبادرة إنسانية لحل أزمة إنسانية لسكان القطاع في حينها بالشراكة مع الأمم المتحدة، وكذلك دعت أيضا إلى ضرورة وقف إطلاق نار من كلا الجانبين وتوسيع النزاع. حققت مخرجاتها هذه الوساطة، حققت مخرجاتها وتمكنت من تطبيقها على أرض الواقع بموافقة كلا أطراف النزاع. كذلك كان هناك تضافر لجهود وساطة أيضا قطرية فردية، هذه وساطة فردية قطرية تعلقت في تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الجانب الفلسطيني، طبعا هذه جاءت الوساطة من أجل حل أزمة إنسانية. في ذات الوقت قدمت جمهورية مصر العربية أيضا وساطة كانت تتعلق بإرسال وفدين أمنيين، أحدهما إلى إسرائيل والآخر إلى فلسطين، وكان الهدف هو من أجل المراقبة على سير تطبيق مخرجات عملية الوساطة. دكتورة ديانا، معك دقيقتين تقدري تجملي إن البحث. شاء الله. ماشي. أوكي إن شاء الله. في العام 2022 تزايدت حدة الصراع في هذا العام. الآن جمهورية مصر تقدمت بوساطة أيضا، عملت على عقد هدنة من أجل وقف أيضا إطلاق النار من كلا الجانبين، وأيضا نجحت الوساطة المصرية في تحقيق مخرجاتها. في العام 2023 شهد الصراع الفلسطيني وساطة قد أطلق عليها وساطة وقائية، بمعنى في بداية العام 2023 تقدمت مصر بوساطة وقائية من أجل منع تزايد الصراع وامتداده إلى قطاع غزة كان هناك أعمال عنف في الضفة الغربية. وفي شهر أكتوبر كما يعلم العالم أجمع، وما زلنا تحت صراع ونزاع في قطاع غزة وهجوم في قطاع غزة، هذا الأمر دفع دول العالم بأكملها من أجل تكثيف جهود وساطتها. طبعا نجحت الوساطة القطرية بعد 7 أكتوبر، بعد شهر تقريبا أو شهر ونصف، نجحت الوساطة القطرية المصرية من التدخل وقف إطلاق نار لمدة أسبوع فقط، وعملت على إدخال أيضا المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك. الآن في المجمل بإمكاني أن أختصر بنتيجة واحدة مفادها، هو أنه ليس بالضرورة أن تؤدي الوساطة إلى حل الصراع بأكمله، بمعنى هذا الصراع الفلسطيني قائم منذ عشرات السنين، هناك جهود وساطة دولية ذكرت على سبيل المثال، ليس بالضرورة أن تؤدي الوساطة إلى تحقيق سلام، وليس بالضرورة أن تؤدي الوساطة إلى تحقيق كامل مخرجاتها، فبالتالي ممكن أن تحقق جزءا منها كما هو الحال في هدن الإنسانية، في حل أزمات إنسانية، في وقف إطلاق نار، منع تزايد أعمال العنف، بالرغم من أن الوساطة في بعض الصراعات الدولية نجحت في تحقيق سلام، مثلا على سبيل المثال في بين هولندا وأندونيسيا،
بعد الحرب العالمية الثانية انسحبت هولندا من أندونيسيا بموجب وساطة وبساطة الأمم المتحدة، وتم تحقيق سلام، لكن على الصعيد الصراع الفلسطيني ليس بالضرورة أن تؤدي الوساطة لتحقيق سلام، لأنها لم تحقق ذلك منذ عشرات السنين. فبالتالي هي ممكن أن تقدم حلولا جزئية وليس بالضرورة أن تقدم حلا كاملا للصراع. انحياز كما شاهدنا في بعض الوساطة، الانحياز وفقدان الحياد والاستقلالية، هذا من شأنه أن يجعل الوسيط يحقق تطلعات الطرف الآخر، فبالتالي لن يؤدي إلى تحقيق سلام، وبالتالي لن يؤدي إلى إنهاء الصراع طالما أن هناك حياد وطالما أن هناك فقدان الاستقلالية. يمكن القول ختاما بأن عملية التوسط في ظل صراع قائم هو تواجه يعني تحديات كبيرة تواجه الوسيط في هذه المرحلة، لأن التوسط والصراع قائم بحاجة إلى جهود كبيرة جدا، تختلف عن التوسط عن الدخول في عملية وساطة وهناك في ويكون الأطراف في مرحلة تهدئة. شكرا لحسن استماعكم. شكرا كثير لك دكتورة على هذا التقديم الرائع والبحث المقال الأكثر من رائع، معلومات كثير مفيدة. أنا بدي أنتقل للأستاذ بيرم، كون أنه موضوع بيتعلق في نفس المجال تقريبا اللي هو المصالحة الفلسطينية، وراح نأجل إن شاء الله الأسئلة والمناقشة بعد ما يعرض الأستاذ بيرم. الأستاذ بيرم موضوعه راح يكون حول تقييم مدى انسجام الجهود المبذولة في المصالحة الفلسطينية ضمن إطار مفهوم الوساطة الدولية. الأستاذ بيرام حاصل على شهادة الماجستير في القانون والاقتصاد، وطالب سنة ثانية في سلك الدكتوراه قانون خاص، وهو محامي نظامي مزاول لدى المحاكم الفلسطينية منذ 2020، ومحكم معتمد لدى المجلس العالمي للقانون والملكية الفكرية والتحكيم GCLA. أستاذ بيرام تقدر تتفضل. شكرا لك استاذ محمد، يعطيك العافيه. الله يعافيك. وبدايه يعني اشكرك واشكر مؤسسه اكت على هذا التنظيم الرائع، وكمان انا يعني بشكر هاي الفرصه اللي سمحوا لنا فيها مؤسسه اكت انه في ظل هذه الظروف اللي احنا بنعيش فيها ان يكون هناك اسبوع خلينا نحكي رائد في مجال الوسائل البديله حل النزاعات. في هذا المجال اللي انا بدي احكي فيه بهذا المقال صراحه، الفكرة المقال هي بتحكي عن انسجام الجهود المبذولة في المصالحة الفلسطينية ضمن إطار مفهوم الوساطة الدولية. المعنى المقصود من هذا المقال إنه إحنا كما تفضلت زميلتي الدكتورة ديانا حكت عدة أسس ومعايير. هاي الأسس أو المعايير إحنا بالنسبة إلنا نعتبرها كمسطرة لنا حتى إنه نرى الجهود المبذولة اللي بذلت في المصالحة الفلسطينية. كما يعلم يمكن العديد من الحضور المشاركين لا يعلموا بمسألة النزاع الداخلي الفلسطيني، خليني أحكي إنه في عنا انقسام فلسطيني. هذا الانقسام ما بين الفصائل الفلسطينية تدخلت عدة دول لمحاولة إنه تحل هذا النزاع أو يتم إتمام عملية المصالحة الفلسطينية. فإحنا لما بنحكي عن هذه الدول اللي تدخلت لحل هذه النزاع وإتمام عملية المصالحة هي بمثابة جهود. أذكر مثلا منها على سبيل المثال الجهود القطرية، الجزائرية، الأوروبية وغيرها من الجهود، وختاما كانت الجهود المصرية التي عقدت في قمة العالمين. الفكرة في هذا المقال إنه لم يتم الإشارة سابقا أو كتابة أي مصطلح أو خلينا نحكي مرجع سابق في هذا الشأن، بمعنى لم يكن هناك دراسات سابقة في موضوع أو عالجت فكرة إنه هل هذه الجهود اللي مورست من قبل الدول هل تعتبر هي من قبيل الوساطة الدولية؟ إحنا لو عرضناها على المسطرة الخاصة بالوساطة الدولية هل هي ستكون بمثابة وساطة دولية؟ أنا كمقدمة عرضت هاي الفكرة إنه بهذا المقال هي تفتح باب النقاش أو التفاعل ما بين الحضور، إنه ليس هناك رأي جازم بأن الجهود اللي بذلت هي بوساطة دولية أو لا، هي فكرة نقطة انطلاق للعديد من البحوث والدراسات مستقبليا، ولتكون هذه البحوث والدراسات بداية من مقال من خلال مؤسسة أكت، يعني لتكون مؤسسة أكت هي الرائدة في هذا المجال. فهي هذه الفكرة الأولى. فأنا حاولت خلال العرض تقليل قدر الإمكان من كمية المعلومات النظرية واللي تم عرضها خلال هذه الجلسة بداية مع الجلسة الأولى وما تفضلت فيه الدكتورة. هلا لو انا بدي احكي بس فكره بشكل، ولكن بس لو سمحت ترجع لي على المقدمه ما قبل.
بالمقدمة أنا عرضت بشكل مباشر إنه إحنا السؤال عندنا إنه عندي نزاع اللي هو الفلسطيني، هذا بيمثل نزاع ممتد إلى سياق تاريخي وثقافي كبير، تمام؟ الوسالة اللي هي الوساطة الدولية بتمثل أداة حيوية بمثابة اللي هي الجهود اللي تدخلت لحل هذه النزاعات، تمام؟ عندي السؤال الأساسي اللي هو إنه إلى أي مدى تندرج هذه الجهود تحت ضمن اللي هي إطار الوساطة الدولية؟ هلا انه بهمنا احنا لما من نراعي نطلع على هذه الجهود اذا كانت هي ضمن وساطه او لا، بنشوف انه التاثيرات الجغرافيه والجيوسياسيه اللي هي المصالح الجيوسياسيه في المنطقه هي تؤثر على عمليه الوساطه، ايضا المواقف والاجندات الاقليميه والدوليه، ايضا مدى تجاوب الاطراف المعنيه بالنزاع به جهود السلام ومراجعه الادوار والتحديات، كما انه لازم اشير انه كل جهد يختلف عن جهد اخر، يعني ممكن الجهود القطرية على سبيل المثال تختلف عن الجهود الأردنية، تختلف عن الجهود الكويتية، تختلف عن الجهود الجزائرية، ولكن أنا بشكل عام حطيتها على فكرة مسطرة عامة لمجمل الجهود، ولكن يجب الإشارة إليها. هلأ ما يهمنا في هذه الورقة تحليل مدى التزام الوسطاء بعناصر وأسس الوساطة ومعايير الوساطة اللي أنا راح أتطرق إليها خلال المقال ما بعد ذلك. ممكن تمشي أستاذ محمد. هلا مفهوم الوساطة الدولية هي تم طرحه سابقا، ولكن أنا بشكل عام إنه هو عملية دبلوماسية بيكون فيها طرف ثالث وهو مستقل محايد، هذا الوسيط اللي هو خليني أحكي بيقوم بأدوات، هاي الأدوات هدفها إنه تسهل عملية التواصل أو الحوار بين أطراف النزاع، هذا دوره وإله هدف، الهدف إنه بيوصل إنه يوصل لحلول، حلول ما بين الأطراف اللي هي حل هذا النزاع بما فيها خلينا نحكي مسألة الانقسام الفلسطيني، الهدف هو مثلا المصالحة الفلسطينية أو إتمام المصالحة الفلسطينية. أو يسهل عملية إنه يتجنب الصدع، يقلل التوترات الحاصلة، وهدف رئيسي إنه يركز على عملية السلام وتحقيق العدالة والاستقرار. طبعا لازم أذكر في هذا المجال إنه في أنا عندي توجيهات دولية للأمم المتحدة، هاي وضعت عبارة عن عدة توجيهات من أجل وساطة فعالة. عرفت الوساطة الدولية على أنها عملية يقوم من خلالها طرف ثالث بمساعدة طرفين أو أكثر بموافقة كل الأطراف لمنع نشوب نزاع أو إدارته أو حله عن طريق مساعدتها على وضع اتفاقيات مقبولة للجميع. هل هذه التعريفات يمكن أنا وضعتها بشكل نظري عشان أحدد إنه هاي التعريفات أعطتني ثلاث عناصر مهمة في مجال الوساطة الدولية. أولاً طرف ثالث محايد، ثانياً أدوات وأساليب الوساطة، ثالثا هدف الوساطة. أنا ليش تطرقت لهذه العناصر؟ إنه من خلالها نقدر نعتبرها مسطرة لتحديد هل هذه الجهود ضمن إطار الوساطة أو لا. ننتقل للسلايد اللي بعديه. السلايد اللي بعديه يمكن الدكتورة تطرقت لجزء منه، إنه أنا لما بدي أحكي عن وساطة دولية لازم أحكي عن السياق الدولي أو الأساس القانوني الدولي لا سابقا في مجال الوساطة. أول شيء ممكن أنا أتطرق إليه إنه في عندي ميثاق الأمم المتحدة، هو ميثاق الأمم المتحدة باعتباره الأساس اللي هو بالعام 1945 وضع بموجب الفصل السادس منه أو آلية حل النزاعات حلا سلميا، ومن خلال هذه الأدوات نذكر على سبيل التخصيص نص المادة 33، نصت هاي المادة إنه يجب على أطراف النزاع أي نزاع من شأنه استمراره، يعني من شأن أن يتم استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي يعتبر أحد أهداف أو مبادئ الأمن الأمم المتحدة أنها تحافظ على السلم والأمن الدوليين، إذا كان رح يعرضوا هذا السلم والأمن الدوليين للخطر أنهم يحلوا هذا النزاع بداية من المفاوضة والتحقيق ثم الوساطة ثم التوفيق والتحكيم والتسوية القضائية. الفكرة في أنه ذكر موضوع الوساطة، إذن هذا يعتبر لنا زي سند قانوني. ايضا كان في كتيب للامم المتحده بشان التسويه السلميه للمنازعات كان عام 1992، هذا اعطانا فهم لموضوع الوساطه الدوليه. ثالثا في عندي قرار للجمعيه العامه للامم المتحده، هذا القرار رقم 283 على 1965، هذا المعنون كان بتعزيز دور الوساطه في تسويه المنازعات بالوسائل السلميه ومنع نشوب النزاعات وحلها بالوساطه. أيضا في عندي الأمم المتحدة وضعت التوجيهات اللي أنا ذكرتها مسبقا، هاي التوجيهات الدولية تعتبر أساس بالنسبة لنا، هاي وضعت في سبتمبر عام 2012. أيضا في عندي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عام 2009، هذا بحث التقرير العام عدة قضايا جوهرية ممكن أنها تأثر على عملية الوساطة، ومن خلاله وضع قضايا على جدول أعمال الأمم المتحدة وصدر عنها اللي هو تقرير اللي هو اس عام 1189 عام 2009 اللي من خلاله وضع اسس الوساطه الدوليه اللي راح اتطرق الها في السلايد اللي بعديه.
تفضل استاذ محمد اللي بعديه. هلا اسس الوساطه هي عرضتها دكتوره ممكن، ولكن في بعض الاختلاف اللي هي بتتعلق بموجب هاي التوجيهات. بدي احكي انه هاي اسس الوساطه وضعت عام 2012 بشكل مباشر. طبعا احنا القضايا اللي بنحكي احنا في بعض المجالات مثلا عدم التحيز او الحياد، هو ممكن يختلف الوساطه العاديه عن الوساطه الدوليه، فانا اقصد في موضوع اسس الوساطه الدوليه وتحديدا عدم التحيز او هو الحياد، انه الحياد هو حجر الزاويه في الوساطه، انه يجب على الوسيط او الوسطاء في طرف في اي اطراف النزاع مثلا انهم يكونوا على مسافه واحده من اطراف النزاع، انه لا يتخذ موقف بشان هذا النزاع ولا بشان هذا النزاع، هو هدفه يستخدم ادوات ووسائل النزاع لحل هذا النزاع او التوصل الى اتفاق او حلول لهذا النزاع. هاي فكره الحياد، انه يكون بشكل متوازن منصف وبشكل غير منحاز. بالنسبه للاستعداد، فكره الاستعداد انه جهود الوساطه الدوليه بتتطلب مسؤولية صادقة وبتتطلب إعداد جيد. هذا يشمل أنه يكون لدى الوسيط أو الوسطاء معرفة ومهارات فردية بالإضافة إلى دعم سياسي وإداري ومالي من أطراف النزاع لتتم عملية الوساطة. بالنسبة لمفهوم الشمولية، المعنى منه أنه بيشير هذا المصطلح، مش معنى الشمولية أنه مشاركة جميع الناس أو المواطنين الموجودين في أطراف النزاع في هذا عملية الوساطة، لا، هي فكرة أنه بيمثل مدى تمثيل جميع آراء واحتياجات أطراف النزاع أو الشعوب الموجودين في عملية الوساطة ضمن عملية الوساطة التي تجري حاليا. مثلا معنى كلمة الموافقة اللي إحنا تعتبر أحد أسس الوساطة، إنه عملية الوساطة هي عملية طوعية، بمعنى إنها تتطلب موافقة جميع الأطراف، لا يمكن أن تكون الوساطة جبرا مثلا أو دون موافقة أحد الأطراف، لأنه هون بتؤدي إلى أنه تكون الوساطة غير فعالة وتكون ولا تكون بحسن نية. بالنسبة للملكية الوطنية، هذا معناها أنه جميع الشعوب أو المجتمعات واللي بيمثلها أطراف النزاع في عملية الوساطة يجب أن تلتزم بهذه عملية الوساطة وبالاتفاقيات التي ستصدر عنها أو الحلول التي ستصدر عنها لاحقا. ومقتضى هذا المصطلح مثلا، لازم أنها الوساطة تتلائم مع الثقافات والأعراف المحلية لأطراف النزاع بشكل عام. ايضا بالنسبه لما احكي عن قانون دولي او اطر معياريه، اللي هي انا تطرقت لها سابقا بمجال اللي هي السياق الدولي، بمعنى انه الوسطاء في لهم مرجعيات دوليه او قانونيه يعملوا من خلالها، بما فيها ميثاق الامم المتحده، اتفاقيه سنغافوره اللي هي للتوصل للتسويه او الوساطه، ايضا قرارات مجلس الامن والمنظمات الدوليه. معنى كلمه التجانس والتنسيق والتكامل بين جهود الوساطه، بمعنى انه حينما يكون هناك عدة جهات أو نشطاء فاعلين داخل عملية الوساطة، يجب أن يكون هناك اتفاق على منهج واضح بشأن عملية الوساطة، كما يجب أن يكون هناك آلية لتقسيم عمل الجهات المشاركة في عملية الوساطة. أما بالنسبة لاتفاقيات السلام، إنه خلال عملية الوساطة اللي بتتم بيكون هناك صدور لعدة اتفاقيات، هذه الاتفاقيات منها اتفاقيات محدودة النطاق مثل اتفاقيات وقف إطلاق النار المباشر والجزئي، أو منها اتفاقيات إجرائية حسب طبيعة المحادثات الجارية في خلال عملية الوساطة، ومنها اتفاقيات السلام الشاملة. ما يهمنا بهذا المصطلح اتفاقيات السلام وخلال الجهود المبذولة في عملية المصالحة، إنه يجب أن تهدف الوساطة إلى وقف العنف بشكل مباشر، الدعوة إلى السلام، العدالة، الأمن، الاستقرار، يجب أن لا تخرج عن هذا السياق. ننتقل إلى السلايد الآخر. السلايد الآخر كمان تم التطرق له سابقا، اللي هو أنا راح أحكي عليه بشكل سريع، ما راح أخوض كثير في النقاش من خلاله. النزاهة والحياد والمهنية أيضا هي من خلال تطرقنا لمسألة أسس الوساطة، هي تعتبر أحد العناصر والمعايير الأخلاقية، إنه يجب على الوسطاء إنهم يتعاملوا بمساواة وعدالة وبشكل مستقل ومستنير. بالنسبة للشفافية والمساءلة، أيضا إنه يجب أن الوسطاء أن يقوموا بتقديم المعلومات بشكل واضح، يجب أن يكونوا على فهم واضح للعمليات، ويجب تفعيل عمليات المساءلة في حالة عدم الامتثال للمعايير الدولية. بالنسبة لصون الكرامة الإنسانية اللي هي جزء منها اتفاقيات السلام، بمعنى إنه دور الوسيط في تسهيل التفاهم والتواصل بين أطراف المتنازعة والمتصارعة يهدف إلى تحقيق حلول سلمية عادلة، ويجب أن يحترم حقوق الأفراد والمجتمعات، يعني لازم يركز على حقوق الإنسان.
بالنسبة لتشجيع الثقة وتحفيز الحوار والتفاهم، هي أدوات يجب أن يقوم فيها، وهي ضمن عناصر الوساطة، إنه لازم يقوم بعملية تسهيل الحوار المستنير والنقاش المفتوح للوصول إلى حلول ضمن عملية الوساطة. المرونة والاستقلال اللي هي معناها إنه الوسيط لازم يكون قادر على التكيف أو التعامل مع عملية المتغيرات الحادة اللي ممكن تتم خلال عملية الوساطة. ايضا بالنسبه للاستماع الفعال والتفاهم، ايضا هي احد الادوات، انه لازم الوسيط يكون يستمع للطرفين، وهي اساس مهم انه يكون على مسافه واحده من جميع اطراف النزاع. التزام بالسريه وضمان الخصوصيه، وهذا يمكن اهم العناصر الاخلاقيه اللي يجب ان يلتزم فيها، انه اي معلومات قد تتم طرحها خلال عمليه الوساطه يجب ان يتم ضمان حمايه هذه البيانات الحساسه وحمايه خصوصيه الاطراف في هذا الشان. التقبل والمرونه الثقافيه، معناها انه لازم الوسيط أو الوسطاء يكون عندهم تقبل لكافة الاختلافات الثقافية والاجتماعية للأطراف المتنازعة، وأيضا لازم يهدفوا على تعزيز المشاركة المجتمعية. التعاون برضه هي أحد الأدوات اللي يجب أن يقوم بها الوسيط أو الوسطاء، بيكون هدفهم أيضا من خلال استخدام التوازن والعدالة الموضوعية، إنه محاسبة الأطراف المخالفة وضمان إعطاء كل طرف من أطراف النزاع حقه، والتركيز على تحقيق توازن بين الأطراف المشاركة. حقوق الإنسان هي من ضمن صون الكرامة الإنسانية أساس مهم في عملية الوساطة، ويجب يكون في تأكيد على إدارة الصراعات بشكل بناء وبشكل الاستدامة، اللي هي خلينا نحكي معايير الأمم المتحدة، إنه لازم يكون في الحل اللي يتم الوصول إلى أو الاتفاق الوصول إلى من خلال الوساطة يكون في استدامة لمنع وصول أو نشوب أي خلافات لاحقة في هذا الشأن. والتزام بالاختصاص، إنه الوسيط لازم يلتزم باختصاصه في ذات الصلة في النزاع، ويكون في عنده بعض المهارات الفنية والتقنية. وحرية الاختيار، اللي هي ضمن عملية إنه تكون عملية طوعية بتتعلق في الأطراف في النزاع، إنها عملية تتطلب موافقة جميع الأطراف. ننتقل للسلايد اللي بعد دي. أنا حكيت طبعا بشكل سريع حتى لا أخذ الوقت في هذا المجال. أنا ما يهمني بهذا المجال إن أنا أحكي إنه بناء على عناصر الوساطة اللي أنا طرحتها، وبناء على أسس الوساطة والمعايير والعناصر الأخلاقية، ويمكن محصلة هذا اليوم كله، إنه إحنا لما نتطلع هيك نظرة يمكن لكل المشاركين، إنه أنتم شفتوا المجهود المبذولة في المصالحة الفلسطينية بناء على الأسس. هل إحنا نحلل، وأنا واضح معاكم إنه بعد دراستي للجهود وما في مراجع سابقة، ما في جواب ثابت إنه أحكي إنه هاي هي ضمن جهود الوساطة الدولية أو لا. يعني أنا ما توصلت إليه، ممكن أنت تختلف معه، وهي فكرة مهمة إنه لنقاشات لاحقاً أو نقطة انطلاق لأبحاث مستقبلية أخرى. هلا أنا بخلال الجهود المصالحة وبتحليل الآراء لأنه هل هي تندرج ضمن إطار الوساطة الدولية أو لا، راح أعرض لكم رأيين متناقضين ونناقش هذا الرأيين. ننتقل للسلايد اللي بعديه. هلا الرأي الأول اللي أنا ممكن توصلت إليه، وهو بتحليلي يمكن أشوفه الرأي الأكثر قوة، وخلينا احكي الاكثر قدره على انه اعطاء فكره انه هو فعلا يندرج ضمن الجهود المبذوله، بمعنى انه كل الجهود المبذوله في المصالحه الفلسطينيه يمكن تصنيفها انها جزء من اطار الوساطه الدوليه. ليش؟ هذا بيخضعنا لعده محاور. اولا احنا حكينا لازم يكون في تدخل لطرف ثالث محايد، وهو يعني يعد شرط اساسي للوساطه. واحنا شاهدنا لما نشوف الدول تدخلت في عمليه الوساطه بغض النظر عن عدة أمثال من الدول، إذا هون صار في عنا أول محور أو أول عنصر تحقق، هو تدخل طرف محايد في عملية الوساطة. إذا إحنا كبداية أمام وساطة دولية. محور ثاني، حكيت استخدام أساليب وأدوات الوساطة، وفعلا الدول اللي شاركت في عملية الوساطة استخدمت أساليب، منها الحوار، هدفت لبناء الثقة، هدفت للتقريب بين وجهات النظر. هاي الأدوات كلها تقربنا لمفهوم أنه هي ضمن إطار الوساطة الدولية، لهدفهم انه يتوصل لحل بين اطراف متخاصمين، وهي فعلا بذلت الجهود. وما خلينا احكي الخلافات اللاحقه التي كانت بين اطراف النزاع نفسها لا تتعلق بجهود الوساطه نفسها، لنقول انها ليست امام جهود الوساطه. الهدف اللي خليني احكي، المحور الثالث اللي هو هدف الوساطه، انه هدف الجهود الدوليه كانت حل الخلافات بين اطراف متنازعه. لما هي تدخلت كان الهدف اللي تسعى له هو اتمام عمليه المصالحه الفلسطينيه، بغض النظر عن انه لم يتم اتمام عمليه المصالحه الفلسطينيه نتيجه لتدخل، خلينا احكي اطراف، او خلينا احكي في نزاعات اخرى كانت هي لم تحقق النتيجه الشامله المتمثله في اعلان الوحده الوطنيه. الا انه بناء على هذه العناصر
خلينا نحكي او المحاور، بنشوف انه تعززت الوساطه الدوليه والمساعي التي بذلت لايجاد حلول سياسيه دبلوماسيه، منها تقديم الدعم اللوجستي او الدبلوماسي او المادي او المشوره للفصائل الفلسطينيه. يمكن القول ان هذه الجهود المبذوله هي ضمن اطار الوساطه. ولكن انا بدي اروح للراي الثاني، ممكن نروح للسلايد اللي بعديه بعد اذنك استاذ محمد. الراي الثاني اللي هو بيحكي انه لا، الجهود المبذوله هي ليست ضمن اطار الوساطه الدوليه، هي لا تغدو عن كونها مصالح، خليني احكي، سياسيه اقليميه جيوسياسيه في المنطقه، ليست ضمن اطار الوساطه الدوليه لعده اسباب. ممكن اقول السبب الاول كان انه ما في دور واضح للوسطاء في تسهيل الحوار بين الاطراف. احنا لما بدنا نجاوب على هذا السؤال، طبعا انا بحكي انه بتحليل لهذا الراي، انه الوساطه او الوسطاء بشكل عام ليس شرط ان يكونوا ظاهرين للعيان بشكل دائم، انه ممكن يكونوا يعملوا بشكل متخفي او خلف الستار. دور الوسيط لا يلزم ان يكون دائما واضح للعلن لاسباب استراتيجيه او سياسيه، وبالتالي انه دور الوسيط ممكن يكون مرئي ممكن يكون غير مرئي، وبالتالي هذا السبب لا يعتبر معيار في انه نقول انه ليست جهود مبذوله ضمن اطار الوساطه الدوليه. السبب الثاني، أستاذ بيرم، يعني في دقيقتين تقدر تكمل لنا؟ نعم بقدر انهي ان شاء الله. السبب الثاني اللي هو بيحكي عدم وجود حلول مقترحه بين الوسطاء. انا بقول انه الوسطاء قدموا اقتراحات للحلول هي لم تصبح جزء ملموس من العمليه بسبب عوامل خارجه عن سيطرتهم. نذكر من هذه العوامل على سبيل المثال رفض الاطراف المتنازعه او عدم جاهزيتها للتوصل لحلول مبنيه على الوساطه، اذا هي ليست لها علاقه بهذا السبب انها لا تعتبر ضمن الوساطه. السبب الثالث ساختصر انه عدم تحقيق اي تقدم ملموس في مسار المصالحه، بمعنى انه نجاوب عليه انه عدم التقدم الملموس لا يعني بالضروره عدم تواجد جهود وسيطه، ممكن يكون التقدم بطيء، ممكن يكون التقدم مخفي، وممكن يكون غير واضح للعيان في المرحله الحاليه، وممكن نتيجه تعقد الصراع وصعوبة تقديم حل ملموس. إلى أنه ما يهمنا في هذا المجال أنه التزام الوسيط هو ليس التزام بتحقيق نتيجة كما يعلم جميع القانونيين بشكل عام. معنى تحقيق نتيجة أنه هو مش هدفه أن يحقق نتيجة، هو التزام ببذل عناية وجهد، هو قام بالجهد المطلوب منه وقام بالمبادئ المحددة له ضمن إطار الوساطة، لم يتوصل لحلول بناء على أسباب أخرى. ويمكن ختاما أقول أنه بناء على التحليل الشامل للمعطيات والحقوق، ممكن ان نتيجه عدم وجود تفسيرات كافيه لنحكي على موضوع هذا اللي هو جهود المصالح الفلسطينيه، الا انه يمكن ان نقول بناء على ما توصلنا اليه ان الجهود المبذوله ضمن اطار المصالح الفلسطينيه هي عباره عن جهود تعتبر ضمن الوساطه الدوليه. وفي ختام هذا الشان انا اعتذر ان اطلت عليكم، انه كما ذكرت سابقا انه هذا المقال هي نقطه انطلاق وبدات من مؤسسه اكت، وهي دعوة لجميع الباحثين إنه استكشاف المزيد في هذا الموضوع المعقد. يعني خلينا نحكي ننظر بشكل عميق، نفكر بصوت مرتفع لدراسات مستقبلية ممكن يختلف الآراء، المهم أن نوصل لنتيجة هنا. وشكرا لكم، شكرا لأكت. شكرا كثير لك يا أستاذ بيرام على هذا التقديم الرائع والموضوع الشيق. والآن نفتح المجال أمام الأسئلة. الأستاذ مضر، عندك سؤال تفضل أو مداخلة. يعطيهم العافية، يعني يعطيهم العافية الأستاذ بيرة والدكتورة، بصراحة يعني عملوا مجهود رهيب. بس يعني الموضوع هو الموضوع غير معقد، يعني أنا بحكي للموضوع السياسي إنه لو في عندي مشكلة بيني وبين محمد هادي ما بجيبش بتروحش الأستاذة مي والمهندس رفعت بيجيب وسيط يحلوا المشكلة. يعني لما حكت الدكتورة عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عمليا احنا طول عمرنا بنسمع الصراع العربي الإسرائيلي، بس بعد التطبيع اللي صار نزل العربي صار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فالفلسطيني هو طرف، لكن مين الطرف الثاني؟ انا باعتقادي الطرف الثاني مش هو الطرف الإسرائيلي. يعني اذا بتنحل المشكلة لازم يكون الصراع هو صراع فلسطيني أمريكي، والأمور واضحة اليوم، صراع فلسطيني امريكي. ولما تجيب الوسطاء الموجودين عشان يحلوا المشكله، للاسف الوسطاء كلهم هم موظفين عند امريكا. فكل الجهود اللي تبذل اليوم عشان تحل الصراع انت الفلسطيني الاسرائيلي، يعني واضح حتى جو دوله الاحتلال اليوم هي لا تمثل نفسها. انت بدك تروح عشان تحل المشكله
بين طرفي الصراع. اليوم الأمور واضحة، طرفي الصراع هو فلسطيني أمريكي، طبعا يعني أمريكي ومن لف لفيفه من أوروبا ومن كل الدول. إسرائيل أنا باعتقادي يعني برأيي إسرائيل بعد 7 أكتوبر انهارت، ولكن وأجا الأمريكي بوضوح قال أنا صاحب الصراع، واحنا لسه بنحكي بدنا نحل المشكله. عشان هيك عمر المشكله ما بتنحلش، لانه الطرف الحقيقي ما بتفاوضش، بالعكس مرات هو بيكون وسيط للاسف، او وكيله بيكون وسيط. ونفس الشيء بيقيس على المصالحه، اذا احنا ما بنوصلش مع بين طرفي الصراع الحقيقيين فاحنا قاعدين يعني هو هذا تضييع وقت غير المشكله اللي انحلت. اي مشكله دوليه بتنحل لانه بيكون في طرفين حقيقيين للصراع، احنا عندنا ما في طرفين يعني، في بس احنا لازم ندور الدوره زي ما بتحكي، ان لازم يكون الامور واضحه. يعني اليوم احنا اذا بدنا نجيب وسيط، نجيب وسيط بيننا وبين امريكا، ولا شو بدك بالشرطي اللي حاطه في المنطقه؟ يعني هات نشوف شو اللي بدك اياه. اما نروح نفاوض الاسرائيليين، فاين باختصار يعني كل اللي بيصير والابحاث اللي بتصير بهذا الاتجاه هي تضييع وقت، يعني لانه بدك تحدد انت اهم شيء طرفين الصراع عشان تحل. وشكرا. شكرا شكرا استاذ مضر على المداخله الجميله. الاستاذه رجاء جناح، تفضلي، اذا عندك سؤال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنا أثارتني مقالة الأستاذ غزال أكثر من مقالة الأستاذ الدكتورة ديانا، وأنا سأبدأ من حيث انتهيت يا أستاذ غزال. أنت خلصت إلى فكرة أنا أعتبرها يعني خلاصة قيمة، لأنك منذ أن بدأت المقال وأنا أنتظر هذه الخلاصة، والحمد لله كانت هي الخلاصة. ولكن أنا سأعطيك وجهة نظري أنا. لقد خلصت إلى حلين أو إلى رأيين. الرأي الأول تقول أنه، وهو الرأي الغالب، أنه هناك فعلا وساطة دولية. والرأي الثاني تقول بأنه ما دام الأول هو الغالب إذن الثاني يعني هذا، يعني هذا الرأي موجود فقط، ليس هو الغالب وإنه هو الأقل. وهذا الرأي إلى أين يرجع؟ يرجع إلى أن المسألة سياسية، المسألة يعني إقليمية، المسألة. أنا من وجهة نظري أرى أن الرأي الأول هو من الناحية النظرية والناحية الشكلية للوساطة. هذا شكل الوساطة فعلا ينفذ. يعني المسألة مسألة شكل فقط، شكل يتم احترام معايير التي يجب أن تتوفر في الوسيط، والمعايير التي يجب أن تتوفر في العملية من بدايتها إلى نهايتها. أما الرأي الثاني الذي تفضلت بقولك بأنه يعني هناك من يرى أنه يعني هذه مسألة سياسية ولا يمكن أن تكون وساطة، يعني هذا الرأي، هذا هو الفعل، هذه هي حقيقة الأمر. حقيقة الأمر أن الرأي الأول هو من ناحية الشكل أو من الناحية العلمية، من الناحية النظرية، من الناحية يعني قواعد القانون هي فعلا تطبق، ولكن النتيجة التي في وجهة نظركم هي أقل هي الحقيقة. في الحقيقة يعني يجب أن يكون هذا هو الرأي الأغلب وليس الرأي. هذه وجهة نظري، لست أدري يعني هل يمكنك أن تقنعني بأن الرأي الذي طرحته علينا هو الرأي الصحيح؟ يعني كيف أنت رأيت أن الرأي الأول هو الرأي السائد أو الرأي الأكثر؟ أستاذ بيرام، تفضل. شكرا استاذه رجاء. انا ما عرفت اقرا اسمك، انا بعتذر. جنه. رجاء، نعم رجاء. اوكي، بصراحه انا يعني معجب جدا بتساؤلك، ويمكن هي الفكره انه ما قبل عرضي لهي المقال انا بحب هذا التساؤل. يمكن انا وصلت للهدف اللي انا بدي اياه من هذا المقال، اني افتح الافق في التفكير في هذا الموضوع. فيمكن انا الأدوات الموجودة ما بين يداي هي تحليل أسس الوساطة والمعايير والعناصر، وبناء عليها أنا ممكن أني أنا أشكل الآراء. طرحي للرأيين المتناقضين وهو اللي أنت تفضلتي به
يمكن أن يكون الأول كان بصلب الشكل، أما الثاني بصلب الموضوع، ولكن أنا أجيبك بشكل بسيط إنه بناء على تحليل علمي لا يمكن أن أقول لك إنه الرأي الثاني هو الغالب. أنا بناء على بعض آراء الناس، وممكن أنا أتفق معك عمليا إنه فعلا هو لم يتم التوصل إلى حل، الوسطاء لم يمارسوا أي جهود، ولكن بناء على الأسس الوساطة هم قاموا بالأدوات أو المهام المطلوبة منهم، فلا يمكن أنا أنجر في هذا الرأي أقول إنه هو الرأي الغالب. طبعا أنا لا أتفق، يعني لا أختلف معك، هي عبارة عن آراء، ممكن نتفق ممكن نختلف، وهذا ذكرته سابقا وأعجبني المداخلة اللي تفضلت بها، ولكن سأقنعك بشكل بسيط. أنا ما بقدر إني أنا أخوض بالنقاش إنه أقول إنه رأي ثاني هو صائب، فقط أنا لأني حكيت إنه هو فعلا حقيقة عمليا هيك. لا، أنا عندي عبارة عن مسطرة، هاي المسطرة بتتمثل بأسس ومعايير اللي هي بتمثل الشكل، وبناء عليها أحلل. ولكن نتيجة لهذا مقال ولفتح باب الرأي أطرح الرأي الثاني، وهو كما يقال من بعض الناس، وممكن أنا أكون قد اتفقت معه في جانب معين، ولكن أنا ما بقدر إني أنا أقيم عليه البناء أو الدليل لعدم وجود مواد مكتوبة ما بين يدي. هي عبارة عن آراء، وبالتالي الآراء قد تتناقض فيما بينها. شكرا لك، أنا يمكن ما أقنعك لأني نفسي يمكن ما توصلت لنتيجة واضحة. ولكن الإقناع العلمي أقنعني. شكرا شكرا أستاذ. عفوا شكرا، شكرا لكم. أستاذ أحمد تفضل. إيه، أوكي. يعني إحنا لو بدنا نرجع على أساسيات الوساطة كما تفضلتوا، إحنا بنتعلم منكم جميعا بالبداية له احترام الأطراف. فهل حقيقة في قضية فلسطين هل هناك في احترام بين الأطراف؟ النقطة الثانية التساوي بين الطرفين، هل هناك تساوي بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي؟ طبعا لا. العدالة للوسيط واللي تفضل فيها الأستاذ محمد وركز عليها، هل الوسيط عنده عدالة للقضية الفلسطينية كما هي العدالة للقضية الإسرائيلية؟ طبعا لا. عشان لما يكون في احترام بين الأطراف والتساوي بين الطرفين والعدالة، هيك بنصل للنتيجة ولا الهدف المطلوب ولا النتيجة. لكن لا، هناك لا في عدالة في الوسط ولا في تساوي ولا في احترام. معناته أنا برأيي أن الوساطة لا تصلح في قضية فلسطين نهائيا. ثاني شيء، كيف أنا بدي عملية، يعني يمكن لو قلنا في قضية التحكيم في قضية فلسطين ربما يعني أقول لك يمكن ماشي، لكن الوساطة كيف أنت بدك تفاوضني وتاخذ مني جزء من إشي أنا بالأصل أنا كله ملكي؟ يعني يا أستاذ، يعني أستاذ بيرام، أنا لما أجي أدخل مكتبك، وأكيد عندك مكتب محاماة، وأجي أقعد محلك على المكتب، أو أجي أقعد على المقعد عندك وأقول لك أنا هذا المقعد إلي ويلا نروح للوساطة، هل هذا بزبط؟ هل هذه القضية تصلح للوساطة؟ لا، مش لا تصلح للوساطة. يعني ما أظن أن القضية الفلسطينية تصلح للوساطة نهائية. وأين القانون الدولي؟ وأين القانون الدولي اللي تفضلتوا فيه؟ وأين حقوق الإنسان اللي تفضلتوا فيه من أشلاء الأطفال اللي شاهدناها بالفترة الأخيرة؟ وللعلم، أنا كسفير نوايا حسنة وسفير دولة للسلام، يعني وحاصل على يمكن من أكثر من 30 دولة كسفير نوايا حسنة وسفير السلام، بقول لك إنه اليوم القوانين الدولية وهيئة الأمم المتحدة كلها انهارت، وحقوق الإنسان كلها انهارت بعد الاعتداء الأخير على قطاع غزة، وليس هو حرب هو اعتداء، لأن الحرب هو قوتين. بارك الله فيكم، شكرا لكم. شكرا لك اسمح لي أستاذ أستاذ محمد، محمد. اسمح لي أستاذ، أستاذ دكتورة تفضلي، لك السؤال هون. المداخلة الأخيرة بس مش مبين لأنه عندي الاسم. أحمد، الأستاذ أحمد كان بيسأل على موضوع أستاذ أحمد يعطيك الوساطة العافية، الدولية. في المقالات العلمية المكتوبة هي احنا كنا تحدثنا عن الوساطة كنهج علمي متبع على مستوى العالم بأكمل، على مستوى الصراعات اللي موجودة في العالم، وتحديدا أسقطناها على الصراع الفلسطيني، تحديدا بتحدث عن الورقة العلمية الخاصة فيه.
لأن إحنا ما ناقشنا الوضع السياسي على أرض الواقع، وما ناقشنا وضع القضية الفلسطينية، وما تطرقنا إلى آراء شخصية بصرف النظر كل شخص شو منظوره لآلية حل القضية الفلسطينية. كان التركيز على إنه نهج الوساطة، مع العلم بأن نهج الوساطة هو اللي أدى لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في 94. كانت جهود وساطة دولية متعددة أدت لإنشاء هذا الكيان، وبالتالي أصبح هناك من يمثل الفلسطينيين، وكانوا كونها كيان منشق عن منظمة التحرير الفلسطيني. هذا من جانب. من جانب آخر أشرنا بأنه أيضا الوساطة ليس بالضرورة أن تكون هي حلا للصراع الفلسطيني. وأنا مثلا في صدد كتابة هذه الورقة العلمية لم أكن أبحث عن حل للصراع بقدر ما كنت أبحث عن أسباب عدم نجاح هذه الوساطات في تحديدا في الصراع الفلسطيني. لهيك أسس الوساطة هي بتقودنا، قراءة أسس الوساطة من الحياد، من وجود عنصر المصلحة، من الانحياز، من عدم الاستقلالية، من عدم وجود السرية. جميع هذه الأسس هي بتقودنا لإجابة عن نتيجة الوضع الفلسطيني. بنفس الوقت نهج الوساطة نجح في بعض الأحيان. في قطاع غزة من شهر ونص نهج الوساطة نجح في أنه يرفع الحصار لمدة أسبوع ويدخلوا أدوية ويتم حل أزمات إنسانية. يعني الوساطة لا يعول عليها بأن تؤدي إلى تحقيق سلام، ولا يعول عليها أن تنهي صراع بأكمله، برغم من أنها نجحت في صراعات دولية أخرى. على المستوى الفلسطيني هناك أكيد انحياز، كانت في مداخلة لشخص تتعلق بأطراف النزاع. أطراف النزاع كصورة أولية للعالم هي معروفة بأنها طرفي نزاع فلسطين وإسرائيل، بغض النظر عن أن هناك وجود أمريكا ووجود أي دول أخرى. هذا يقودنا إلى مبدأ آخر، ومبدأ وجود عنصر المصلحة وعنصر الانحياز، وبالتالي لن تؤدي الوساطة ثمارها ولن تحقق مخرجاتها. شكراً. شكرا دكتورة ديانا. ننتقل بالسؤال لمحمد هادية. إذا ما فيش حدا قبلي، لأنه أنا بظن إنه في حدا رافع إيده قبلي، بس بكل الأحوال شكرا لك. أنا أولا بدي أقول شكرا للدكتورة ديانا، شكرا كمان للدكتور بيرم. أنا يعني متفائل فيه إنه قريبا رح يصير إن شاء الله دكتور. أنا مبسوط جدا بصراحة بالبحثين، وبأكد اللي هم راحوا عليه بإنه يعني هم بلشوا يفحصوا ويفتحوا يعني أكثر عرض أسئلة. ال 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 واحد من الأشياء المهمة مع الفرق بين البحثين إنه الدكتورة ديانا كان عم تحكي على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبيرم كان عم بيحكي على الصراع الفلسطيني الفلسطيني أو النزاع الفلسطيني الفلسطيني أو على الخلاف إذا بدكم، بإنه هل وأنا بقترح إنه النقاش ما يكونش على رأينا في الصراع نفسه. النقاش برأيي لازم يكون مركز على الوساطة ودور الوساطة ودور الوسطاء. فأنا برأيي أنه لازم نجاوب أولاً على سؤال أنه هل الوساطة القانونية اللي إحنا بنعملها هي تشبه الوساطة اللي بيعملوها بنات السلام، الوسطاء اللي بيشتغلوا في قضايا النزاعات الدولية؟ هل يصلح الوسطاء اللي بيشتغلوا في النزاعات المدنية والتجارية والأسرية أن يقوموا بالدور اللي بيقوم فيه الوسطاء الدوليين؟ هل مثلا بمفهوم المخالفة، هل مثلا الأخضر الإبراهيمي بينفع يقوم بدور وساطة تجارية؟ هل مثلا محمد هادي بينفع يقوم بدور كوسيط تجاري أو مدني أو أسري، بينفع يقوم بدور وساطة بين دولتين أو وساطة بين حزبين سياسيين؟ هذا السؤال الأول اللي مهم نلاقي جواب عليه عشان نعرف إذا الوساطة العادية هي تشبه الوساطة الدولية، إذا نفس الشروط والمعايير اللي حطيناها بتنطبق على الشروط هناك. لأنه مثلا أنا بدي أعرض المسألة الأولى المتعلقة أو عنصرين أساسيين، العنصر الأول متعلق بالحياد والعنصر الثاني متعلق بالسرية. العنصر الأول متعلق بالحياد، الأطراف المتدخلة مش أطراف محايدة. أنا برأيي بكثير من الأحيان الأطراف المتدخلة هي أطراف ذا أصحاب مصلحة، بمعنى إذا بنطلع اليوم على الدور المصري والدور القطري، الدور المصري والدور القطري سواء بالنزاع الفلسطيني الفلسطيني، لأنه كان دائما في أدوار للقاهرة
وللدوحة في المصالحة الوطنية الفلسطينية الفلسطينية، وفي دور قطري مصري كمان يعني في الوساطة لوقف وقف إطلاق النار، لوساطة للمساعدات، إدخال المساعدات الإنسانية، لفتح معبر رفح، يعني المصريين قيام بفتح المعبر، لإدخال المساعدات الإنسانية، كل هذه المفاوضات على تبادل الأسرى. مثلا قبل يومين كان في خبر، وهذا برقعة سرية، كان في خبر بأنه في لقاء بين وزير الخارجية القطري إذا أنا مش غلطان مع شخصية أمنية رفيعة إسرائيلية في إحدى العواصم الأوروبية، هذا بروح بالسرية ما يعلن. بالوساطة العادية إحنا بنحافظ على سرية الأطراف وبنستأذنهم، بنقول لهم بانتهاء الجلسة المنفردة بأنه هل ممكن أشارك بعض المعلومات اللي أفصحت عنها خلال هذه الجلسة في الجلسة المشتركة، أو بقدر أفصح عنها للطرف الثاني. بس هناك هم ما بيعلنوا عن العملية كلها، يعني ممكن يكونوا بيلتقوا بطرف بدون ما يبلغوا الطرف الثاني. هذا سؤال اللي بتعلق بموضوع إنه هل نفس المعايير اللي بتنشغل بالوساطات السياسية والوساطات الدولية هي نفس المعايير؟ أنا بعتقد مصر عندها مصلحة كتير كبيرة استراتيجية. مصر تعتبر مثلا، عشان لازم نحلل النزاع عشان نقدر نفهم دور الوسطاء، مصر مثلا تعتبر الخاسرة الأمنية الضعيفة تبعتها هي غزة، فعشان هيك هي عندها مصلحة دائما بأنه يكون قد ما كان في استقرار بغزة، أو عندها سيطرة على الأقل على الأوضاع بغزة، بيكون أمنيا منيح لإلها. قطر دوافعها مختلفة، الإمارات دوافعها مختلفة، السعودية أنا ما بدي أدخل بتفاصيل الدوافع عشان ما بدي أحلل سياسي هو، بس اللي مهتم بالشأن السياسي مدرك لدوافع كل بلد من البلدان، كل طرف من الأطراف. وبالتالي أنا بعتقد أنه التنين مختلفين يا جماعة، وهذا اللي لازم تجاوب عنه البحوث المستقبلية أو البناء المستقبلي على ورقة الدكتورة ديانا وعلى ورقة الأستاذ بيرم. مهم كمان نركز كتير على إنه إيش الفرق بين الأخضر الإبراهيمي والفرق بين محمد العربي، وبين الفرق بين محمد هادية وبين فاتن بالأمين وبين مي أبو غزالة. هذه الأسئلة اللي لازم كمان نجاوب عليها، هل أنا بقدر أكون هناك وهل هناك بقدر يكون هون؟ وإذا قال القواعد رح تختلف. بفكر مهم نجاوب على هاي الأسئلة الأساسية عشان نقدر نوصل للنتائج. موضوعنا مش رأينا بالصراع، موضوعنا للنقاش مش رأينا بالنزاع. كل حدا فينا عنده موقف، في حدا أقرب لفتح من حماس، وفي حدا أقرب لليسار من اليمين، وفي حدا بيجي بقول إنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، وفي حد تاني بيقول المقاومة المسلحة حق مشروع بيكفلوا القانون الدولي. مش هذا موضوعنا للنقاش، موضوعنا للنقاش بدور الوسط، بدور الوسطاء اللي بيقوموا بهاي العملية. شكرا. شكرا لك أستاذ محمد. أستاذ بيرم، أستاذ ديانا، هل لكم تعقيب على؟ عندي تعقيب تفضل أستاذ. شكرا. اذا بتسمح لي استاذ محمد، وانا يعني تلميذتك في الوساطه، بس بعتقد انه ممكن ان اجاوب بفكره بسيطه جدا، انه اكيد هناك فرق ما بين وساطه الوسطاء عاديين او وساطه او الوساطه على صعيد الدول والصراعات الدوليه. من ناحيه يعني في تشابه، بذات الوقت هناك اختلاف، بمعنى في تشابه من ناحيه تشتيرات وجوب الحياد والاستقلاليه والسريه وما الى ذلك، لكن اعتقد الخلاف الجوهري في مساله هامه، وهي مساله القبول والموافقه من الطرف الاخر. بمعنى مصر على سبيل المثال دوله ذات ثقل دبلوماسي كبير جدا، اثبتت جدارتها بقدرتها على الحوار حتى على صعيد الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وأن توصل كل الأطراف في مراحل التفاقم العنف وازدياد العنف وإلى آخره، توصلهم إلى حلول وتجبرهم على تطبيقها. بالتالي في الوساطات الدولية أو هي ذات الوساطة القانونية، المتدخل الوسيط لابد أن يكون قانوني له ثقل دبلوماسي، حتى لو كان فرد أو كان دولة، ومقبول للطرف الآخر. فلا يمكن أن يتوسط شخص في منازعات، هو أصلاً بطبيعته في منازعات تجارية ومدنية، لن يكون هناك قبول ولن تقبل الدولة. يعني هذا فقط، يعني من هذا الجانب أردت التوضيح. شكراً.
شكرا دكتورة ديانا. ناخذ السؤال من الأستاذ وليد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا، حقيقة دخلنا في موضوع كبير، موضوع الصراع العربي والإسرائيلي. مثل ما تفضل دكتور محمد، نحن نتكلم عن الوساطة، ويجب أن يكون هذا الوسيط لديه أدوات لحل هذه المشكلة. الوسيط ليس هو ملزم بأن تسمع آراءه، بينما هو وسيط لحل الإشكالية. فإذا كان لديه أدوات صحيحة، وهذا الوسيط أن يكون صاحب ثقة، وهذا الوسيط أن يكون له قابلية بين الأطراف، وهذا الوسيط حينما يصير الوساطة بين الأطراف يجب أن يكون أن هذه مذكرته أو هذه العبارات التي وضعها أن تكون مقبولا للطرف الآخر. وهناك كثير من الجهود بذلت من الوسطاء حلت المشاكل، وهذا خاصة نحن في منطقتنا حلت كثير من المشاكل، ولكن هناك جذور تاريخية موجودة، وهناك في مصالح مشتركة، وهناك مصالح للوسيط، وهناك الوسطاء يعني يتم شرائهم، لم تتم حل الإشكالية. فإذا تمت حل الإشكالية، فهذا الوسيط إذا كان لديه الثقة ولديه مقدرة ولديه كذا، مثل ما تفضل أستاذنا، يعني الأخضر الإبراهيمي كان عندنا، وعندنا جرافيت ماركت، وعندنا غير وغير وغير من الوسطاء، وليس ليكون هناك الوسطاء يتم شرائهم أو الوسطاء ليس لديه أدوات خاصة في هذا الأمر. وهذا حبيت أدخل في هذا الأمر، ولكم كل التحية من سلطنة عمان. كل التحية لك أستاذ وليد. أي تعقيب منكم دكتورة ديانا؟ أستاذ بيرم، أنا بفضل يمكن نسمع باقي المداخلات بعدها نعطيكم فكرة، لأنه هو مواضيعنا أنا والدكتورة ديانا هي مواضيع تطرح الأفكار والمداخلات، هي أهم من الأسئلة، هي فكرة مداخلات إنه يثري النقاش. فنسمع يمكن أستاذ فاتن، بحب أسمعها برضه. طبعا أستاذ فاتن، تفضل أستاذ. شكرا لكم. شكرا، مساء الخير جميعا، وكل الشكر للدكتورة ديانا والدكتور بيرم على هذا الطرح الجميل، ولكل المتداخلين اليوم، لأن الأمانة يعني الحمد لله المؤتمر حقق هدفه من الاستفادة بحسب ما كان مرسوما له. فشكرا لكل من سهر على تنفيذ هذا المؤتمر، واللجنة العلمية طبعا، أعضاء اللجنة العلمية الأعزاء، وللمتداخلين الذين أبلوا البلاء الحسن، وكان يعني المداخلات في إطارها ومجالها. أردت فقط أن أدلو بدلو فيما يتعلق بموضوع الأخير، يعني موضوعي الدكتورة ديانا والأستاذ بيرم، والسؤال المطروح، هل هي وساطة دولية، وساطة السلام، أم هي نوع آخر من الوساطات، أو هل أنها خارج هذا التصنيف أصلاً؟ والمعايير التي قدمها أو قدمها الدكتورة ديانا والأستاذ بيرم، الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب الرجوع إلى المعايير التي ذكرت في بداية هذا اللقاء. يعني أننا نتحدث عن الوساطة، نتحدث عن مبادئ تنظم هذا المجال، وشروط تتوفر في المسار وتتوفر أيضا في الوسيط. طبعا ذكرت الأستاذة مي أنه يجب أن تتوفر السرية، الحياد، الطواعية، و أيضا تقرير المصير. وفي كل مرة يجب أن نسمع يعني السرية الفلسطينية الإسرائيلية، هل أن الطوعية متوفرة أيضا؟ هل هناك تقرير المصير للأطراف المتنازعة؟ وهل أن الوسطاء الذين يقومون بهذا الدور تتوفر فيهم شرط الحياد، أم أن هناك مصالح لدول تقود هذا المسار منذ بداية يعني منذ 75 سنة التي مضت؟ طبعا عندما
يعني نتساءل، هل أنا الوساطة أو الوسيط يقدم حلول أو يقترح حلول؟ وهذا ما شفناه يعني في المقترحات التي كانت بالوساطة القطرية المصرية، يعني أننا إزاء وضعية تغيب فيها تقريبا أو نوعا ما إرادة الأطراف، باعتبار وأن هناك نوعا من الفرض، نوعا من فرض الحلول. أو مهم جدا أن النتائج، عندما نتحدث عن وساطة نتحدث عن نتيجة رابح رابح، أو على الأقل عدم خسارة لأحد الأطراف. ما نجده في الوضعية الحالية، هل هناك فعلا رابح رابح في هذه الوساطة؟ أعتقد أن هناك إخلال أو إخلال في أحد العناصر أو هذه المبادئ من جهة، ما يحدث في الوساطة ويجعلنا نتساءل هل نحن أمام وساطة فعلا أم أمام نوع آخر مثلا. ويعني على سبيل الذكر للحصر، أمام نوعا من التفاوض الذي يكرس، ونحن نعلم أن لا يعني أن نجد مثلا رابح قليلا خاسر قليلا، أو رابح كثيرا خاسر قليلا، يعني أن هذا التوازن بين في الربح لا نجده في الوساطة الفلسطينية مع الاحتلال. فبالتالي أعتقد أننا تأتي المعايير نصب أعيننا ونحاول أخذها واحدة بواحدة بالتحليل لنرى إن كانت تتوفر أم لا، ثم يمكننا عندها أن نصل إلى إجابة، كما لا يمكننا أيضا، لأنه طبعا الآراء تختلف، ليست هناك صحيح أم خطأ، لأننا أمام وجهة نظر، وقد ما أقول عنه أنا وساطة قد لا يكيفه الطرف الآخر وساطة، ولكن إذا أردنا أن نساهم برأي الشخص المتواضع، أعتقد أننا بعيدين كل البعد عن الوساطة، خاصة في عدم توفر عنصر الحياد، لأننا عندما نتحدث عن وساطة قطرية مصرية يغيب عنصر الحياد للأمانة، لأن هناك مصالح مشتركة قد تجعل المصالح يعني قد تغلب على الرغبة في إيجاد الحلول التي قد تتماشى مع الطرفين. وخاصة أيضا إذا ما فكرنا أن يعني نعلم أن الوساطة ليس هناك الحل، يعني أن في الوساطة ليس هناك المخطئ أو المصيب، ولكن في حالة يعني في وضعية التي نحن عليها هناك بعض الأخطاء، هناك قوانين دولية وقع خرقها. فأعتقد أن الموضوع قد يكون أقرب منه إلى التفاوض من الوساطة. وشكرا، وأشكر مجددا كل المحاضرين، وأعتذر أنني لم أقدر اليوم على تسيير اللقاء لظرف مهني قاهر، كنت يعني فعلا يعني أنا آسفة لأنني لم أقدر أو لم أتمكن من المشاركة فعليا في هذا اللقاء. شكرا كثير لك استاذه فاتن، وشكرا للحضور. ناخذ اخر مداخله الاستاذ رمزي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اجمعين. اشكركم جزيل الشكر على تقبل هذه الفرصه كي اساهم في الحوار، واسمحوا لي ان اتوجه بالشكر والتقدير والامتنان على حد المساواه تجاه السيدة ديانا فاعور والسيد الكريم بيرام غزال على تلك هذين العرضين المكملين بعضهما لبعض. ومن هذا المنطلق أود أن أوجه سؤال مشابه لكل منهما، وإذا كان يختلف التفاصيل. السؤال باختصار التوقع المستقبلي، الاختلاف هو على النحو التالي: للسيد بيرام غزال، أطرح على سيادتك بعض الملاحظات ولا أربط نفسي بها شخصيا، ولكن لا يهمني ذلك، بخصوص محاولة التوسط بين الأطراف الفلسطينية، ودعونا ألا نقول هناك صراع أو نزاع، ولكن على الأقل اختلاف في التوجهات السياسية والعملية. فمن ضمن الآراء التي سمعتها أنه مستبعد إلى حد ما التوصل إلى التوفيق بين الأطراف المعنية لسببين أساسيين، ربما هناك أكثر منهما. السبب الأول
وجود امتعاض من مجرد فكرة أن هناك حاجة أو داعي للاستعانة بطرف ثالث محايد وسيط حينما يكون الطرفين من نفس الجانب، أي الطرفان فلسطينيان ولديهما عدو مشترك، فينبغي أن يكون هذا أكثر من كافي أن يحلوا أي مشاكل بينهما بدون اللجوء إلى طرف ثالث. الرأي الآخر، وهذا الرأي أنا شخصيا أدعمه إلى حد ما، يبدو أن الوساطة بين الأطراف الفلسطينية تهدف إلى المصالحة أو تحسين العلاقات بين الأطراف المعنية، وأن هذا هو الهدف الأساسي من الوساطة إن وجد وساطة أصلا. بينما إذا كان الهدف الرئيسي من الوساطة هو تمهيد للمشاركة في مشروع مشترك، والهدف لا ينحصر فقط في تحسين العلاقة، فقد يكون ذلك موضوع آخر. ومن هذا المنطلق أستعين بكلمة السيد إسماعيل هنية مؤخرا حينما قال شيئا من القبيل الآتي، وهو، وأعذروني على سوء الاقتباس، كان يتحدث عن ضرورة الانفتاح أو التقبل لتشكيل شيئا على نحو هيئة إدارية، وأتجنب بكل جهد أن أقول سلطة فلسطينية، لكن هيئة تشمل جميع سكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وقطاع غزة على حد سواء، من حيث أن تحظى بالدعم من سكان تلك الأراضي، ويكون لها طبعا الصلاحية في إدارة تلك الأراضي من ناحية الإدارية، وأيضا أن تنوب عن سكان تلك الأراضي من حيث التفاوض وتمثيلها سياسيا. وأعيد الكرة، لا أتحدث عن أي شيء من ناحية إصلاح جهة أو أخرى أو أي شيء من تلك المصطلحات التي قد تكون استفزازية للبعض، ولكن فقط السعي لإنجاز هدف، وهو تشكيل جهة تشمل جميع الآراء والتوجهات السياسية لكي نصل في النهاية إلى هيئة متجانسة، دعونا أن نقول. ففي هذه الحالة لا تكون فقط لا يكون فقط الهدف من المصالحة، هدف من الوساطة المصالحة وتحسين علاقة، ولكن التمهيد للدخول في علاقة بناءة مثمرة لإنجاز هدف أو مشروع مشترك منشود. فهذا سؤال سيد برام، تسمح لي من ناحية توقعاتك للمستقبل. السيدة ديانا، يبدو إلا إذا كنت قد تسمح لي أجيب لأني أنا تهت شوي عشان يعني نحي، لأنه كان لي سؤال طويل بعد. إذن فالسؤال موجز، هناك فرق بين الوساطة من أجل فقط تحسين العلاقة أو من أجل تمهيد الطريق للاشتراك في مشروع مشترك، تمام؟ فيبدو من اللي أنا فهمته من حضرتك إن المحاولات السابقة للوساطة بين الأطراف الفلسطينية هو كان من أجل تحسين العلاقة، نوع من المصالحة، بينما إذا كان الهدف من الوساطة هو أكثر من ذلك، ولكن من أجل تمهيد الطريق للمشاركة في مشروع مشترك، أي وهو على رأي السيد إسماعيل هنية مثلا تشكيل جهة متجانسة كاملة تكون مقبولة من جميع الفلسطينيين على حد متساوي، فهناك هدف يفوق مجرد هدف المصالحة، ولكن بعد المصالحة تحقيق وإثمار
واستثمار هذه المصالحة العلاقة المطورة في مشروع مشترك. فهناك فرق أستاذ بين عزيز، اسمح لي على تفضل المقاطعة، تفضل يمكن عشان أنا الكلمة يعني لك، أنا كنت بس بحاول أوضح عشان تقدر لا لا تجاوب. أنا توصلت للفكرة، ويمكن عشان لا أطيل النقاش يمكن توضحت الفكرة، نعم، السؤال وأشكرك واضح جدا، أستاذ بيرا، أشكرك. نعم السؤال أستاذ، واضح على أساس برضو وقت اللقاء. نعم، تفضل جاوب على كي السؤال. لا أطيل عليك وأسمح للآخرين، أستاذ رمزي أشكرك بداية على الطرح. وفكرة الوساطة كما ذكرت سابقا هي هدفها الوصول إلى حلول، بغض النظر هل هي كانت تحسين علاقات، الوصول إلى حل دائم. بالنسبة لموضوع المصالحة على وجه الخصوص، الهدف منها أنه في عنا طرفين فلسطينيين بيمثلوا حزبين سياسيين، تمام؟ هذا الحزبين السياسيين لديهم خلافات، كل حزب سياسي منهم لديه فكر وبرنامج سياسي مختلف عن الآخر، تمام؟ في سابق العهد كان هناك خلافات وصلت إلى خلافات جسدية فكرية. فكرة المصالحة كانت فيما بينهم وقف النزيف، وقف النزاع الحاد الذي كان فيما بينهم. أيضا كان هناك توقف لعملية الانتخابات مستقبلا نظرا لعدم وجود مصالحة فعلية. فكانت فكرة الوسطاء عندما تدخلوا في موضوع المصالحة الفلسطينية هي إيجاد برنامج سياسي موحد فيما بينهم، على أساسها بيتم ترتيب البيت الداخلي فيما بعد اللي هي نروح للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أو أنا ما بسميه بس مسمى مختلف. إنما الفكرة كالتالي، إنه سواء كانت الهدف هو تحسين العلاقات أو إيجاد برنامج، هي فكرة الوساطة. هي الوساطة لا تختلف بالمفهوم بقدر ما هي تختلف بالأدوات. إحنا بنحكي عن هدف، بنحكي عن أدوات، وبنحكي عن تدخل طرف ثالث. وصولنا للهدف بالأخير ما بهمني، أنا بهمني بالوساطة الدولية أو في السياق الدولي إنه هاي الوساطة قدرت على إنها تركز على إشي مهم، الدعوة إلى السلام، الاستقرار، العدل ضمن إطار القانون الدولي. بمعنى أنه الحل الذي سيتم الوصول إليه أن لا يكون فيه أبدا الوصول أو الرجوع إلى العنف، نبذ العنف، الوصول إلى العدالة والسلام بغض النظر تحسين العلاقات أو ما إلى ذلك. مهم عندي عملية الوساطة كعملية. وأسف جدا أن أستاذ استهويت. بيرام، يعني مع جوابك يعني واضح كان. وفي ختام نعتذر احنا طبعا من ناخذ أسئلة أكثر من هيك على أساس وقت المخصص للمؤتمر. وفي ختام هذا اليوم من المؤتمر الهام نجدد التأكيد على أهمية الوساطة كوسيلة فعالة لتسوية النزاعات والتجمع، والتي تجمع المزايا التي تقدمها الوساطة بين السرعة والكفاءة والسرية، مما يجعلها خيارا ملموسا للاطراف الساعين الى حلا شاملا وفعالا. نشكر جميع الحضور والمشاركين الذين ساهموا في اثراء هذا النقاش القانوني وتقديم رؤيه قيمه، كما ونطمح الى ان يكون هذا المؤتمر بدايه لمزيد من التفاعل والابتكار في مجال الوساطه. نتمنى الجميع مستقبلا ملهما وناجحا، ونتطلع الى لقائكم غدا ان شاء الله في اليوم الرابع من مؤتمر اسبوع الوسائل البديله لحل النزاعات في فعاليات قادمة تعزز التبادل العلمي وتطوير مجالات العدالة. شكرا لكم جميعا، ونراكم على خير إن شاء الله. دمتم بحفظ الله ورعايته. شكرا لكم.